أيكون ما بعد باريس مختلفا عما قبله؟ فيما يظل السؤال مستمرا، هل ستجرى انتخابات أم لا؟ فالتوافق إلى حد اللحظة ما زال في مهب الريح، والقانون الصادر عن عقيلة صالح كان سببا في عدم التوافق الحادث. سؤال يراود العديد من المتابعين، وفي ظل كل هذه الفوضى وعدم وضوح الرؤية مما هو قادم، رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة يطالب من باريس بضرورة حث الأجسام التشريعية على تعديل قانون الانتخابات بما يضمن تكافؤ الفرص. اعتراضات من أطراف عدة، فحتى نواب في البرلمان طالبوا بتعديل قانون انتخاب الرئيس، فيما يرى الأعلى للدولة أن هذا القانون باطل لأنه لم يتماشى مع ما أقره الاتفاق السياسي ويعتبره تجاوزا له. فما مصير الانتخابات في 24 من ديسمبر؟ وما الذي سيحدث لو أنها أجريت بهذا القانون؟ وما الأسباب التي أدت للوصول إلى هذه المرحلة؟ وما الذي يمكن أن يحدث في قادم الأيام؟ وهل ستكون هنالك انفراجة أم أننا على أعتاب ما يخشاه الجميع؟ أهلا بكم. نرحب بضيوفنا الكرام. معي هنا في الاستوديو المحامي والحقوقي ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق الدكتور جمعة عتيقة. أهلا بك دكتور جمعة. أهلا وسهلا، مرحبا. أيضا معي وزير التعليم السابق الدكتور عثمان عبد الجليل. أهلا بك دكتور. مرحبتين أستاذ خالد. أيضا سيكون معنا في هذه الحلقة رئيس الهيئة البرجوية السيد عبد الحميد الكزة. أهلا بك. أهلا مرحبا. أبدأ معك دكتور جمعة عتيقة، وسؤالنا كما ورد في المقدمة، التساؤل الآن، هل يمكن الحديث عن أن ما بعد باريس سيكون مختلفا عما قبله، أم أن باريس لم يغير ولم يقدم أي جديد؟ قد يؤسفني أن أقول بأنه لن يكون بهذه الأمال التي يتوقعها الناس، والتي من المفترض أنها ستنقلنا إلى مرحلة جديدة نظرا للملابسات التي ذكرتم كثير منها في تقريركم اللي أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه. يعني وأنا شخصيا أعتقد بأن ما وصلنا إليه سبب الرئيسي أن نحن لم نحدد موعد الانتخابات، ولكن حددت لنا، بمعنى أن الأطراف الليبية أو الطرف الليبي عموما لم يكن هو الفاعل أو هو اللي كما ينبغي أن يكون، هو الذي قرر هذا الموعد بعد موافقات وتوافقات ومناقشات ولكن فرض هذا الموعد. الموعد تقصد التاريخ دكتور اللي هو 24، كان اختيار لملتقى الحوار السياسي. أعلم ذلك، وأنا هنا ربما مضطر أني أشير إلى أن الملتقيات هذه أنا شاركت في كثير منها، وخاصة التي تقودها البعثة الأممية في كل المراحل السابقة. الحقيقة أقولها بكل أسف أن الطرف الليبي فيها هو طرف حتى صوته خافت، يعني هذه الأمور كثيرا ما تكون معدة مسبقا، حتى مسودة البيان والأشياء اللي تطرح وتعلن للناس تعدها البعثة أو مجموعة معينة، ولذلك كان هذا التاريخ لم يدرس في رأيي أنا دراسة حقيقية، وهل بالإمكان أن يصلوا له كل الأطراف وهم على الأقل في الحد الأدنى لأنهم يشاركوا ويصلوا إلى نتائج. ما أعتقده بأنه لم يحدث. طيب. والطرف اللي فرض التاريخ مصر الآن على إتمام الانتخابات، ومن هنا جاءت هذه الربكة وهذه الدكتور عثمان، الآن بالحديث عن مؤتمر باريس وما حدث في مؤتمر باريس، هل يمكن أن خاصة مع النظر لكلمة رئيس الحكومة وأيضا حتى كلمة رئيس المجلس الرئاسي، لأن ربما فيه توافق في مسألة أن الانتخابات يجب أن تكون مشروطة بضمانة التوافق أو المشاركة أو هذه المعاني، هل يجعلنا الآن أمام الحديث عن انتخابات بشرط؟ إذا توفر الشرط ستكون هناك انتخابات، وإذا لم يتوفر لن تجرى الانتخابات في موعد. نعم، اسمح لي بس في البداية حقيقة أستاذ خالد تصحيح بسيط حتى للمدخل اللي درته، هو
طبعا نعرف ان الكلام هذا متداول، يعني في الكثيرين يقولوا قانون عقيلة يعني، لكن من وجهة نظري انا مفروض نتفادى الكلام هذا. ليش؟ لانه هو في الواقع هو مش عقيلة اللي صدر، خليك من يعني هل القانون مكتوب في نهاية عقيلة؟ مكتوب مجلس النواب. يعني هو خلي نحترمه حتى اجهزتنا التشريعية، صح خطأ هذا نقدر نناقشوه، لكن لما نسفهوه بدرجة كبيرة أعتقد أنه مش باي في حقنا احنا كليبيين، بغض النظر عن عقيلة في شخصه يعني. فهذه وجهة نظري، ودائما نقول فيها يعني، فياريت نعم دكتور. الحاجة الثانية بس حتى هي الأستاذ الدكتور جمعة، شوف هو أنا راني كنت معاصر وكنت جزء من لجنة الحوار في البداية، وأعرف جيدا التحديد 24 ديسمبر كيف صار، وصار حتى كيف صارت الحديث وكيف نقل إلى البعثة، ما عندهمش به علم نهائيا. تم تحديدا من مجموعة من النواب في ليبيا الليبيين وناقشوه. أنا شخصيا حتى قبل يطلع قلت لهم يا جماعة هذا طموح جدا، يعني وقتها غير ممكن، فلو سئلت أنا كنت ممكن أجله بعدين، لكن طالما داروه خلاص يعني بنمشي به. فإجابة على سؤالك يا أستاذ خالد أو على الأقل تعليق عليه، أعتقد هو واضح أن ربما من كلمتهم أن يبوها مشروطة، يعني سواء كان رئيس المجلس الرئاسي أو رئيس الحكومة، ولكن هذا حقيقة يعني لا يجب أن يكون، لأن ما هيش مشروطة، مش يعني ما فيش حد يضع شروط خاصة الأطراف اللي داخلها، سواء كان في الحكومة ولا في الرئاسي ولا في مجلس الدولة ولا في مجلس النواب. أنتم أجسام يعني موجودة لفترة مؤقتة تؤدون مهام معينة، الانتخابات مش كيف تبي أنت تقول دير هكا ودير هكا وتوافقية وغير توافقية، خلاص تم تقرير الانتخابات والشعب اللي بيماشي في الانتخابات، فيجب أن نقول. فأعتقد أن يقولوا فيه كلام غير الواحد، لكن حقيقة حتكون يعني ما أعتقدش أن فيها أشكالية. طيب الشيخ عبد الحميد الكزة، كيف يمكن أن نوصف المشهد الحالي في ظل عدم التوافق على قانون الانتخابات وهالتطورات المتمثلة في الكلمات اللي يلقاها اليوم رئيس الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي؟ هو أولا المؤتمر باريس، أنا احتبرت اليوم أن لا قدم ولا آخر، يعني مفيش حاجة جديدة. أرى حسب وجهة نظري أنا أنها ما زالت الأزمة قائمة وما زال الأمور ما زالت مستمرة، خاصة إذا كان ما صارش في تعديل المادة 12 وما صارش في تعديل قانون عقيلة، ولا زلت أصرنا عن قانون عقيلة، لأن عقيلة ما اجتمعش بمجلس النواب، اجتمع ب 32 شخص، وبعدين الجلسة الثانية 13، وبعدين آخر حاجة لما جاهم عماد السايح وهو شريك لهم في هذه المؤامرة قعدوا 5 أشخاص. وهذه حقيقة عرفت الناس كلها وعارفينها كل الليبيين. ليش اعتبرتها مؤامرة يا شيخ عبد الحميد؟ عماد السايح أنا قعدت معه شخصيا وشفته حكيت معه ونبي نحكي في أول يوم إيش قال لي في بداية أول لقاء معه. كان فارح، كان عنده السفير الأمريكي وملتقي بالسفير الأمريكي، وإنه مصر علينا دعمه في موضوع الانتخابات. اللقاء الثاني كان مشى قبل عقيلة، لما قبل عقيلة قال لي كلام على عقيلة. في الأول كنت أعتقد أن عماد السايح مش راضي بالكلام اللي يقول فيه له عقيلة. أولا قال هدى علي هكتار في بوشميل في منطقته، وقالها لي أنا مش أني عرفت. بعدين قال طلب مني أني نزيد دائرة في القبة، وكان هكي حائر في الموضوع كيف. فإذا بعماد السايح يدير مقترح ويديرهن 234 ولكن رفض 234 دائرة، يعني زاد علشان خاطر عقيلة، يزيد في الأعداد علشان عقيلة. يعني هو اتفاق وساير في أبو ظبي وبين عقيلة وبين مجموعة حفتر وعقيلة، وما دام موجودين عقيلة وحفتر في المشهد الانتخابات الإشكالية تعتبر مستمرة. نزيدك أخرى، نزيدك عليها أخرى. حاليا نحن هنا مثلا كنا بنمشي ناخذ حتى بطاقتي من بنغازي نقدر ناخذها، وكيف 250 ألف المهاجرين في من برقة من حفتر. الدائرة الدستورية حددت مناطق أمس وقال لك لابد تطعم في يقدر واحد يمشي لبنغازي يطعم في حفتر. تقصد لجنة الطعون اللي أنشأوا لجان، اللجان حددوهم في 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 مناطق
يعني كل واحد في منطقته. مثلا تبي تطعن في حفتر لابد تمشي طيب بالغازي. خلينا نمشي للتفاصيل تدريجيا يا شيخ حميد. دكتور جمعة، اليوم لو أجريت الانتخابات على ما هو الوضع عليه الآن، كيف تتصور السيناريو؟ والله الحقيقة أستاذ خالد، دعنا في البداية حتى نضبط المصطلحات. إذا نحن ارتضينا فكرة الانتخابات هي لعبة، معروفة أنها لعبة سياسية، فلا بد من التسليم بنتائجها، لأن هي هكذا الانتخابات. ربما لن تكون مثالية، ولن تكون مثالية في العالم كله. هي تسمى أن هي ربما أحسن السيء أو أحسن الأسوأ. فإذا احنا اتفقنا على أن احنا نلجأ أو نصل إلى أن نحل كل إشكالياتنا وخلافاتنا بالانتخابات، في هذه الحالة يصبح الاعتراض يعني مش بس مش منطقي، يعني مخالف لكل القواعد اللي عرفها الإنسان في هذا المجال. يعني من وللأسف الشديد أن الناس بدأت تعلن في رفضها للنتائج مسبقا قبل العملية الانتخابية. يعني هناك من يهدد، وهناك من يتوعد، وهناك من يتحدث عن قعقعة السلاح ويدعو الناس أو الشباب أو من يسميهم بأنهم لابد أن يتدخلوا وأنهم يمنعوا الانتخابات. كون أنك أنت من حقك، ليش تعملوا الطعن؟ طعون ليه؟ لأن قد يحدث تزوير، قد يحدث نوع من التلاعب بالنتائج. لكن لاحظ دكتور جمعة، رفض الآن مسبب، يعني اللي يرفض الانتخابات لا يرفضها في ذاتها، وإنما يقدم أسباب. مسألة كيف تم صياغة قوانين الانتخابات، كيف تم تحديد المواعيد، كيف تم، يعني يقدم أسباب رفضه. ومش أسباب الرفض، هو عادة أنت في النهاية أقررت مبدأ الانتخابات وارتضيتها، والكل يقول لك الآن انتخابات، رأوا حتى هؤلاء اللي يتحدثوا عن حتى الرافضين للقوانين، حتى الرافضين أول ما يبدأ يقول ونحن ودنا نصر على الانتخابات ولا بد الانتخابات ولا بد. ولكن في واقع الحال أنت تضرب هذه الفكرة أو هذه ما يسمى بالسبيل الديمقراطي الوحيد اللي وصل للإنسان، ولن يكون مثالي، وعمره ما كان مثالي. انتخابات وصلت هتلر ووصلت موسوليني ووصلت، يعني مش معنى. لكن المؤسف والغير مقبول أن تعلن من الآن، وكلا الطرفين الرئيسيين على الأقل اللي في المشهد أعلنوا، الخطير أنهما يدعو إلى استعمال العنف. طيب هي تقريبا نفس النقطة اتفقت فعلا مع الدكتور عثمان، وحتى الاعتراض على مسمى القانون قانون عقيلة، على خلفية الشكل اللي صدر به القانون، يعني مسألة التصويت في داخل البرلمان، كيف تم التصويت، كيف تم التعديل عليه، وبالتالي يصبح الطرح من 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 هذا او من هذه الزاويه فيه شيء من الوجاهه. اليوم لماذا الاصرار على ان يتم اصدار القانون بهذا الشكل؟ هل لو صدر القانون وفق شكل اجرائي مكتمل يا دكتور عثمان سنجد نفس الاعتراض ونفس الرفض من الاطراف الرافضه؟ هو بالتاكيد لا، وتمنينا ان يكون فعلا بتوافق كام وبالنصاب القانوني وبكل الاشياء اللي ذكرها الاستاذ عبد الحميد. أنا لا أختلف معه فيها أن ربما يكون الأعداد اللي ذكرها في الانتخاب البرلمان، لكن خلينا نرجع للنقطة الأساسية. بهي النواب هذول اللي معترضين حتى زي ما قلت بكري أو اللي ما حضروش، ليش ما حضرتش؟ قصدي هل يعقل أن نحن بنقعد وننتظروا يعني سنوات وسنوات وسنوات باش تجتمع بيك وأنا ما اجتمعتش بالكامل؟ في الأخير مصلحة الدولة الآن احنا في مشكلة كبيرة، عدم إجراء الانتخابات بيوقعنا في مشكلة كبيرة، مصلحة البلاد ومصلحة الناس في أنها تجرى الانتخابات. تعالوا يا نواب أحضروا وقولوا رأيكم، أما تو تقول أنت يعني هذا يعني أنت تغيب ويطلع قانون يعني ويقولوا بمجلس النواب. أنا ما زلت مصر أنه هو مجلس النواب وليس عقيلة. عقيلة صحيح هو ممكن يكون موجود واستخدم عدد بسيط من الناس، لكن هذا اللي كان موجود. ما فيش حد، أنا ما سمعتش، ما فيش حد من النواب كان يبي يمشي لطبرق ومنع. إذن ليش ما تمشيش؟ به ما مشيتش. هي المشكلة فقط في عدم الحضور، لأن الإشكالية تتجاوز مسألة الحضور من عدمه. أنت عضو مجلس مثلا النواب. التصويت على القانون، أولا القانون طرح بشكل كان فيه اعتراض من بداية الطرحة، ثم التصويت عدم علنية
التصويت على القانون. والله شوف، هو انت عضو مجلس النواب، انت منتخب من الشعب، المفروض انك تمشي غادي، وحتى لو فيه طريقه مخالفه للطريقه الصحيحه اعترض عليها. لكن انا للامانه تو ما نعرفش، انا ما حضرتش، لكن للامانه سالت عده ناس والله قالوا التصويت الا تم التصويت عليه داخل قاعه البرلمان. هذه بكل وضوح. لكن بالله خلي معليش انا نعطيك هيك شويه، غير كتبت هيك حاجات، خلينا نرجع للعمليه كلها هيك بس شويه باش ناخذوها هيك بصوت بصوره عامه. يعني ليش نبوا انتخابات؟ شن هو ضرورة الانتخابات؟ باهي خلنا نبدو من النقطة هذه. الحقيقة والآن الدولة أو يعني المشهد وصل لمرحلة كبيرة من التعقيد، لو لم تجرى انتخابات ستكون مشكلة كبيرة. فيه الكثير من الأجسام اللي موجودة الآن، الكل يدعي أنه شرعي والكل هو حقيقة غير شرعي، معناها يجب أن تكون فيه انتخابات باش نتخلص من كل هالأجسام اللي غير شرعية نعتبر فيها أو تجاوزت شرعيتها، ويجينا جسم منتخب جديد يتحمل المسؤولية بخيرها وشره. هذه النقطة الأولى، يعني لازم منها الانتخابات، ولو ما صارش انتخابات ممكن. هذه مسألة مبدئية. هذه مسألة مبدئية. شن هي مكاسبها؟ زي ما قلت لك، أول مكسب إن على الأقل على الأقل بيجينا جسم تشريعي جديد يفكنا من هالانقسام السياسي اللي صاير الكبير. نعرفوا ان فيه مجلس الدولة ومجلس النواب ولم يتفقوا يوما من نهار تكون الزوز نهائيا، ما اتفقوا ولا ممكن حتى يجتمعوا نهائيا. فهذه حاجة. النقطة الثالثة وارجو فعلا انها هي يعني هذه موجهة ممكن حتى للليبيين كلهم، يعني عدم الانجرار وراء المعرقلين. حقيقة يعني المعرقلين بالنسبة لي انا نشوف فيهم، انت معرقل الانتخابات وماكش عاطي اي بديل، باي شنو هو الخيار اللي عندك بدون انتخابات؟ باي بدون انتخابات باي كيف نديره؟ هذه توا في 24/12 بتتم الحكومه هذه. انت هو أعذرني دكتور فقط لنا الفكره وصلت، لكن الان حتى وصف المعرقلين في من يعترض عليه. لا لا هو انا هي مطالب بمثلا مطلب تعديل القانون، هل يمكن اعتبارها عرقله؟ نعم. ليش المعرقل؟ انا اسميه معرقلين ليش؟ لانك انت يعني الناس اتفقت، مجلس النواب هو الجسم التشريعي، صدر قانون الانتخابات، المفوضية العليا للانتخابات قلت لك أستطيع تنفيذ الكلام هذا، سبقهم خارطة الطريق تقول راهو الانتخابات يوم فلان يوم فلاني. أنت ما اعترضتش لما قالوا 24 ديسمبر، خيرك ما اعترضتش قبل مجلس الدولة أو غيرك. التاريخ لم يكن محل جدل، ما سبب بعدم توافق؟ لما 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 داروا مجلس النواب القانون، لا أنت ولا أنا ولا أي واحد يحق لنا نعترضه، هذا مجلس النواب، هذا جسم منتخب من الليبيين. طيب أنا حنرجع لجزئية شراكة الأعلى للدولة على اعتبار طرف سياسي ونصوص الاتفاق السياسي اللي تلزم النواب بأنها نصوص الاتفاق السياسي في المادة 23 ما فيهاش إلزام. خلينا نرجع له بشكل كامل بس أنا جزئية معلش خلينا نكمل النقطتين بس تفضل. فموضوع الـ 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 الاستحقاق هذا أنه يكون لازم ضروري، الانجرار وراء المعرقلين يا أخي هذولا يتحججوا بأسباب يعني هم من كانوا السبب فيها أو هم من أتى بها. أنت لما تقول لي والله ما فيش قاعدة دستورية، بليش ما درتش قاعدة دستورية يا مجلس الدولة؟ أنت قلت ما فيش انتخابات بدون قاعدة دستورية، من منعك عن إصدار قانون القاعدة الدستورية؟ 5 سنوات من السخيرات وتعالى جاي مطلوب منهم أنهم هم ومجلس النواب يتوافقوا على قاعدة دستورية لجرى الانتخابات والاستفتاء على الدستور. ما درتهاش، إذا ما هيش حجة. ما عادش تقول أنت ما فيش قاعدة دستورية. هو حجته أن الطرف لأن الشريك رافض أنه هو وهو يقول لك أنت بالعكس. طيب خلينا بس نمشي للشيخ عبد الحميد. وأيضا يطالبوا بأشياء هم كانوا سبب في يعني عدم وجودها. خلينا نأخذ نقطة دكتور. يطالبوا مثلا بانتخابات الدستور، أي نقطة تطرح نناقشها بشكل مستفيد. هذه بس نخليها بعد. يطالبوا بالاستفتاء على الدستور، بينما أنت يا مجلس الدولة ويا حتى مجلس النواب، لكن على الأقل مجلس النواب يقولنا بالانتخابات، يا مجلس الدولة الدستور محطوط على الديسك نتاعك من يوم 29/7/2017. تعرف الإشكال دكتور، لأن كل تقريبا النقاط اللي ذكرتها الأطراف اللي تتحدث عنها الآن لديها ردود عليها، سواء كان موضوع الاستفتاء، موضوع القانون وعدم القبول به، مطالبات التعديل، دائما فيها رد. وهذا اللي وضعنا في دائرة جدل ما عادش عرفنا كيف حتى نوصفوها او حتى الرد نسموها. بيكون فيه دائما، لكن خلينا نرجع لو ما نمشوش في الانتخابات حيكون الوضع اسوء. حتى يكون الحديث يعني اعطيني وقت شويه. اكيد أيوة. المجال مفتوح أيوة.
الإصرار على الوقوف عند الشكليات، إذا كان الانتخابات هدف الجميع والكل يرغب في إجراء انتخابات، ليش الوقوف على التفاصيل؟ لماذا لا ندفع العملية باتجاه إجراء الانتخابات ونشوف النتائج؟ إذا كانت الانتخابات حل ولا يجب علينا أن احنا نهتم بالتفاصيل كيف يتم إجراءها، أنا مش واقف عندها أنه نحن متأكدين أن الوضع هذا إذا كان صار انتخابات في الظروف هذين اللي مسيطر فيه حفتر على منطقة بالكامل ومتآمر مع عقيلة وعماد السايح، متأكد أنها حتدير حرب، مش انتخاب، مش ما كل هذه افتراضات، حتكون فتنة، كل هذه افتراضات ربما الانتخابات. أنا أقول لك ليش يطرح فكرة أن الانتخابات حل، يقول أن الانتخابات حتلغي عقيلة وحتلغي حفتر وكل الأطراف. مش حتلغيهم، هم لو ما تأكدوا، عشان تعرف حفتر إيش دار انقلابات حوالهم كم مرة، دار تفويض المشير وخيامة قعدت في 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 بنغازي وشفتوا ايش حكوا. قال نضرب حتى البرلمان، قال حاجات واجدة، يعني قاعد واضح انه يا هاجم طرابلس، خلينا من تدمير البنغازي ودرنا وغيرها، هاجم طرابلس يوم 4/4 وشاهدها العالم كله، كان يبي يحتلها بالقوة باش يحكم ليبيا بالقوة، عرفت؟ رغم انه في غدامس يوم 14 كانوا دايرين حل، هجام على طرابلس يوم 4/4 وكان قاعد رئيس الأمم المتحدة اسمه هو بوتيرش وغسان سلامة وقاعدين في طرابلس وهجام عليهم في طرابلس ومشوا له في الرجمة ممكن مباركة ولا مباركة، عرفت؟ يعني في عالم كان معاه، فيه دول كانت معاه خليفة، وقالها لي غسان سلامة، أنا شخصيا قال لي أنتوا اللي ضد كم دول، قلت لك كيف أنت ما تقولوش حتى رأيكم يكون صريح وواضح، ما قلتوش أنتوا كأمم متحدة كمجلس أمن كما قلتوش رأيكم، قال لي ضد كم دول، قلت له أنت كنا نبوك كيف أدريان بلت ونسموا عليك شوارع، قول حتى رأيك، أنت أطلع وقول رأيك، بعدها كرهني راني حتى في الحاجات ما عادش يحطوا فيه بالكل في اجتماعاتهم الاخيره اللي دروا فيها 75 وغيرها، وهني هم وعقيله متفقين كلهم على 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 اللي حصل. وستيفاني كانت جايبه اسمين، عقيله وبشاغه، كانت هم اللي تبي تحطهم، ودارت محاولات ومش عارف ايش، لما حتى 45 واحد من الـ من الـ من مجموعه الحوار داروا مذكره وقالوا نطلعوا الاجسام هذه كلها، من اللي وقفوا ضدهم؟ 29 وهي دارت لابد يكون 75% مش 50%، عمري ما سمعت انتخابات 75% اللي دارت اقترحتها متى السيفاني آلية التصويت في آلية التصويت دارت آلية التصويت دارت، يعني انت تقول ان البعثة كانت تدفع في اتجاه عقيلة طيب وغير نوريك تو نوريك، احنا شدنا على حاجات فيها، لو كان اليوم شدنا على حاجات، بس 29 عرفهم منهم، 29 عرفهم منهم اللي صوتوا ضد ال 45، 15 جماعة عقيلة و14 جماعة صوان وبشاغة، معروفة عند الجماعة كلها في القاعة، معروفة القصة هذه، يعني مجموعة العسكر والإسلام السياسي اللي مثل فيه صوان، وهو اللي خلى بشاغة يقعد في قائمة عقيلة اللي ما زال فيها إلى الآن، إلى أول أمس كانوا في مصر مع بعض. عرفت؟ انت سميت اسماء شيخ عبد الحميد، نسمي اسماء ومتحمل مسؤوليه الحق، لا ومتحمل مسؤوليه كلامي، متحمل مسؤوليه كلامي، بس انا عندي افتراض بس على كلامك، اليوم لو كان في اللي في السلطه التنفيذيه هم الاسماء اللي ذكرتها، عقيله صالح مثل رئيس مجلس رئاسي وفتحي بشاغه رئيس حكومه، هل كان المشهد يختلف؟ هل كانت 24 ديسمبر مش موجوده على الخارطه؟ درعان ما يدروها ولا ما يدروهاش، مش معروف درعان ايش يصير، درعان ايش يصير. دكتور جمعه، نعم، رأيك في الاتجاهين المطروحات الآن؟ لأن في النهاية المسمى العام اللي دائما مستمرين به هو الجدل، دائرة الجدل دخلنا فيها وما مش واضح المخرج. هو الحقيقة كما أشرت في السابق، أنا هي مشكلتنا الأساسية، إحنا خلط المفاهيم، عدم وضوحها، عدم قدرتنا على أن إحنا على الأقل نطرح وجهات نظرنا المختلفة بشكل في شيء من الحيادية، شيء من المنطق، لأن بطبيعة تفكيرنا بطبيعة ثقافتنا شخصانيين كثير، يعني يقولوا العرب لولا المثل يقولوا على برغوت يحرق جرد، برغوت يتنطر في الجرد بدل ما يدور والله يدير له يحرق الجرد كله، يعني هذه نمط تفكير للأسف. ما فيش حكمة في التعاطي مع ما فيش، أنا ما نبيكش سو خالد
وأنا مستعد الدنيا تنحرق لكن أنت لا، هيك نوع من العناد. هذا المنطق موجود عند كل الأطراف اليوم؟ ما الواضح أنه موجود بدرجات متفاوتة، لكن في الجوهر موجود. بدليل تو الآن في هذه اللي سميتها أنت الحوسة هذه، الطرفين أعلن يوم الطرف السيد حفتر قال سمى الناس فيران، وقال احنا عن نجمع صناديق الاقتراع إذا كان حصل تزوير، والتزوير حزب ما جازه من أولئك الذين والذين. رد عليها أيضا اليوم سيد المشري أولا بالدعوة والمظاهرات وإلى الحصار المفوضية ومنحها من أداء عملها. السيد المفتي اليوم خطاب ناري يدعو إلى منع الانتخابات، يعني الطرفين ما استطيعش للأسف ما استطيعش أن تبرئ طرف، يعني هما الاثنين دخلوا بنفس المنطق اللي تحكي عليه، ومن ثم هذا يزيد الإشكالية تعقيد. يعني اليوم أنت تضع كل الأطراف على نفس المستوى، الكل متحمل المسؤولية بنفس القدر، لأن ربما وجهة نظر اللي طرحها الدكتور عثمان تقول أن في طرف معرقل هو من يتحمل المسؤولية، لا يمكن أنك توزع المسؤولية بشكل عام على الجميع. هو حتى هذا الطرف هو طرف، وما قلت لك أنا بالتفاوت درجات يعني في بين الطرفين، لكن المحتوى واحد، المحتوى المحصلة واحد، المحصلة أنه إذا نجح فلان أو ما نجحش فلان فنحن لا نريد الانتخابات. الآن وصلنا إحنا إلى التهديد باستعمال القوة والتهديد بالسلاح والتهديد بأن إحنا نرجع إلى مرحلة فعلا من يفعل ذلك هو معرقل بالتأكيد، بغض النظر عن التفاصيل الشكلية التي نسميها في القانون احنا الدفع الشكلي، هذه وهذه وهذه، وقد تكون معه او ضده او متفق او غير متفق، لكن انت وين توصل مش بس بتعرقل الانتخابات. طيب انت تبي تخرب البلاد دكتور جمعة، يعني انت شن تصورك على الفعل السياسي اللي يجب ان يمارسه هذا الطرف اللي هو اليوم غير قابل بقانون انتخابات على هذا الشكل كما يعلن هو على الاقل؟ والله شوف أنا شخصيا أحمل الطرف الدولي إن صحت التسمية أو الأطراف اللي هي متدخلة في الأزمة الليبية، وهم اليوم مجتمعين كانوا في باريس وهذا نموذج لهم، أحملهم المسؤولية وأن يكونوا أكثر جدية وأكثر حسم وأكثر وضوح، لأن هم نفسهم في داخلهم وهناك إشكاليات ومصالح متضاربة احنا ضحيتها للأسف، واحنا للأسف آخر من ينتبه لمصلحته ومصلحة بلده. طيب وهذا مؤلم يعني بالتأكيد. يعني دكتور عثمان، يعني النقاط اللي ذكرتها وجيهة جدا، عدم جراء الانتخابات يوقعنا في مشكلة كبيرة، عدم يعني ضرورة إنتاج أجسام جديدة تستلم الأجسام السابقة، تأخير الاستفتاء على الدستور ومن يتحمل مسؤولية هذا التأخير، لكن بالنهاية أمام كل هذا اليوم ما كانش في فرصة أن يتم البحث عن صياغة قانون يحقق شيء من التوافق يسمح بالذهاب نحو تاريخ 24 ديسمبر دون هالإشكالات وهالجدل الواقع حاليا؟ هو ياريت زي ما قلت لك بكر، ياريت تمنينا أن يكون فيه توافق كبير، تمنينا الحقيقة توافق يكون من سنوات ما بينهم الزوز ويتفقوا على شيء، لكن الله غالب ما صارش. فنحن تو الآن أمام مشكلة كبيرة، هل نبقى دائما هكذا؟ خلنا نرجع للسؤال الأساسي، هل نبقى دائما بدون انتخابات؟ والله غير لأن ما صارش توافق ما بين مجلس الدولة ومجلس النواب، لا، الزوز ما يهمناش، الزوز أطلع. الله غالب القانون بتعريفه لازم يطلع من الجسم التشريعي، فقلنا هذا من مجلس النواب، معيب، فيه نقص، فيه طريقة خاطئة، النواب موجودين وعندهم الحق الشرعي أنه يمشي ويعترض ويقول في قبة البرلمان. غير ذلك أنا نحس في هذا هو العرقل، لأن راه نعرف إن فيه نوايا مخفية ما تبيش الانتخابات، هيها كلها هيها أعذار، زي ما قلت لك كان بالإمكان إزالة هذا الأعذار. إيه باهي، لا زي ما قلت لك تو مثلا هذه تو ما فيهاش، لما تقول لي أنت والله لن ننتخب إلا بوجود قاعدة دستورية، لماذا لم تصنع قاعدة دستورية؟ أرد أن فيه طرف شريك يعرقل إنجاز القاعدة الدستورية. أطلع
لك سنوات كنت تقول انا راني هيك وخلاص وانتهى الموضوع وما عادش نقدر ندير شيء وراه مش حيكون في انتخابات قريبين. اطلع بمعنى دكتور، اطلع بصوره واضحه، اعلن الكلام هذا مرار وتكرار. لا لا هو وهذوك يقولوا نفس الشيء، نفس الرد ياتي من الجهه الاخرى، كل طرف يتهم الاخر بانه وتو تقول لا والله لن ننتخب بدون دستور. انت اللي كنت تعرقل في الدستور، لان فيه رسائل رسميه من مجلس الدوله يقولوا ما تديروش الموضوع الدستوري، ومحطوط عندك من يوم 29/7/2019 وفيه ردود وفيه تفسير. دكتور انا باش ندخل معك في التفاصيل، اني استمعت لرد من رئيس المجلس الاعلى للدوله لعضو مجلس اعلى للدوله عن هذه المساله، وحتى بالتواريخ كيف حصل تسليم القانون الاستفتاء وكيف جاء الرد. هذه كلها شكليات مع الهدف الاسمى للدوله. انا غير شوف، انا مانيش مع عقيل ومانيش مع حفتر ومانيش مع دبيب ومانيش مع المنفي ومانيش مع المشري ومانيش مع اي واحد منهم، انا مع الانتخابات لليبيا. والمفروض من يقرر مصير أن فيه انتخابات ولا ما فيش انتخابات هم الليبيين. الساسة همها كلهم اللي يحكوا على هو كل مرة واحد يطلع لي ببيان أنه هو فيه. أنت يعني أنت مش دورك، كنت تقول أنت مالكش علاقة، أدي وظيفتك وفشلت في تأدية وظيفتك فشد مطرحك. لا الساسة ولا نشوف فيهم مرة عمداء بلديات، مرة نشوفه في مش عارف شنو هو انتعين الكتائب المسلحة، هدول حتى هم طالعين ببيانات، هدول كلكم لكم مش علاقة. الشعب الليبي هو اللي قرر الانتخابات، وأعتقد كنا متفقين أن الليبيين يبوا انتخابات. ولأول مرة معلش يعطيني النقطة هذه، لأول مرة نحس أن الليبيين كلهم، يا سيدي ما بيش نقول كلهم، معظمهم مرة هم معنا فوق 90% يبوا الانتخابات. طيب خلينا نقف عند هالنقطة دكتور، أنا آسف فقط نذهب لفاصل قصير ومن ثم نرجع لك تكمل من حيث توقفنا من ترتيب. طيب مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لمواصلة حلقتنا. سنبحث عن المشكلة بتفاصيلها وسيتواصل المواطن مع المسؤول مباشرة. واكبت الثورة منذ انطلاقتها على مدى عقد كامل، عقد من الزمن والأحرار في انطلاقتها اليوم، تجدد العهد معكم بألا انحياز إلا لكم. دعم الحريات رسالتنا وسياستنا تدور حول مصلحتكم. واليوم في تجددنا نعدكم بالتميز في الطرح والانفراد في التناول. في إطلالتنا الجديدة نتجول معكم في الأسواق ونكشف كواليسها.
وهدفنا من ذلك الإنسان لا الأرقام. لن نترك الكرة للمسؤولين وحدهم، سنلاحقهم في ملعبهم، والحكم دائما هو أنتم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أعود ورحب بضيوفنا في هذه الحلقة. معي هنا المحامي والحقوقي ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق الدكتور جمع تيجا، وأيضا وزير التعليم السابق الدكتور عثمان عبد الجليل، ورئيس الهيئة البرقوية السيد عبد الحميد الكزة. أهلا بكم من جديد ضيوفنا الكرام، وأعود ليعطيك المجال دكتور لتستكمل فكرتك من حيث توقفنا. قلت لك موضوع من يقرر المصير الانتخابات المفروض أن يكونوا الليبيين، لأن كل الساسة هذول بصراحة مفروض أن رأيهم مهوش أنت طرف في الموضوع، ما تقول لنا شيء، عارفين تتبه ولا ما تتبهش خليها. لكن الليبيين أعتقد أن كنا متفقين أنهم هم يبوا الانتخابات، ولأول مرة راهم. هنقول لك إحنا لو نرجع شوية بس للتاريخ، دائما فيه انقسام على كل ما صار في ليبيا من 2011 وتعالى جاي أيام الثورة، كانوا جزء كبير خلينا نكون منصفين، جزء كبير يبوها وجزء كبير ما يبيهاش، وكان واقفين في ضربه وتقاتلوا الليبيين بسبب هذا. حصل انقسام في 2014 حرب فجر ليبيا، فيه اللي دعمها وفيه اللي رفضها. انتخابات البرلمان نفسها فيه اللي قبلها وفيه اللي جزء اخر قال لك لا المؤتمر هذه مش عارف شنو هو وقصة المحكمة والكلام هذا وانه غير قانونية، فيه انقسام. الدستور نفسه، الدستور اللي درناه يعني فيه الكثيرين اللي ما شاركش فيها اصلا ورافض انه يقوم فيه استفتاء، وفيه اللي يبيه، هذا فيه انقسام. لو نشوفه مثلا اتفاق الصخيرات فيه اللي يبيه لانه يبي دولة تتوحد، وفيه اللي رافضه، قاعدة الحكومة المؤقتة تشتغل غادي رافضين حكاية اتفاق الصخيرات والله المنطقة الشرقية، فيه انقسام. يعني حتى الحرب نتاع 2019 خلينا نعترفوا ان فيه ليبيين معاه وفيه ليبيين ضده، كانت الانقسام حتى داخل البيوت نفسها، تلقى واحد مع الطرف هذا وواحد مع الطرف هذا. اخيرا اتفاق جنيف هذا نفسه فيه اللي موافق عليه وفيه اللي مش موافق عليه الكثيرين، لكن الانتخابات كلهم متفقين انهم يبوا انتخاب. اذا خلاص هذا هي اراده الليبيين، كانوا بديروا حاجه للليبيين. الاشكال في التفاصيل دكتور اليوم هذه كلها حجج. ليش معلش خلينا نقولها ليش؟ لانك لو ما تجريش انتخابات اراه شبح الحرب، انا نشوف فيه بكل وضوح ببساطه. وحتى لو تجري انتخابات لا اعتقد يا استاذ عبد الحميد، لا اعتقد ذلك. ليش؟ خليني اقول لك، اراه ما فيش حد بيحارب، لكن تو لو ما فيش انتخابات بقى عندك حكومه بتنتهي مدتها في 24/12، شنو نديروا لها؟ نمددوا لها؟ من يمدد لها؟ خلينا واقعيين. فيه برلمان منتهى صلاحيته، فيه مجلس الدولة منتهى صلاحيته، منقسمين ومتعاركين وكذا ومش عارف شنو هو، والأصابع على الزناد زي ما يقول. والانتخابات ليش ما تعدلش شوية لأن يعني تكون واضحة؟ ما فيش باهي، طريقة غلط اللي توه خطأ. اليوم لو لم تجرى الانتخابات في احتمال أن تكون هناك حرب،
أنت تقول أن حتى لو وجد الانتخاب الاحتمال قائم. لأن ما يقوم به عماد السائح حاليا فيه نوع من الفتنة أكثر من كيف أنا كيف أنا أستاذ محمد كيف ترى؟ كيف لو صارت انتخابات بتكون في حرب؟ لو صارت يا سيدي انتخابات فرضا وحفتر ما طلعش يقول لك مزور. من اللي قال؟ يقولها هو قالها يقول فيها. خلي يقول هو. يقولها هو. خلي يقول. وما عنده سلاح وماسك منطقة غادي عنده. ما هوش ماسك. وإذا كان نجح كلهم الليبيين كلهم يبوا الانتخابات وإذا كان عرفوا أنه هو خسر في الانتخابات لن يقبلها حتى أبنائه هذا اعتقادي. الأبناء كيف أبنائه؟ أنا هيك نقول. لكن ما هيش حجة نقول والله غير لنا فلان مرات يجي ومش حيقبل النتائج إن ما نديروش انتخابات. خلينا نناقش. لو نجحوا هل يقدر يدخل طرابلس؟ كيف يدخلها طرابلس هو لمس كان يضرب فيها؟ طيب باهي لو نجح هو ما يقدرش يدخل طرابلس ولو نجح غيره هل يستطيع دخول بنغازي؟ حتى يعني ما نبوش انتخابات مازال في حاجه غايبه مازال في شيء غايب مازال فيه لابد من يتحاوروا الليبيين راهو الحوار مهم جدا وراهو النقاش مهم جدا وراهو الانتخابات نبوا كلنا نبوا الدوله لان اللي حاليا الموجودين النواب اللي تو الفاسدين كلهم بالكامل بدون استثناء انا دائما نقول فيها ما همش كويسين كان فيهم 10% وما حتى ال 10% اليوم ما عاد فيهم خاصة شفت وحدين مش وايدوا ما يلبسوا في عقيلة ولبسوا في جماعة ذولا لذلك أنا نقول حتى هم كيفهم نفس القصة هي مواقف واختيارات أنت قد تراها غير مناسبة أنا نقول لك راهو الكلام هذا لكن السؤال الحوار استمر 6 و7 سنوات وراهو برضو نزيدك حاجة أخرى أنا لا 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 دبيبة نعرفها ولا مشيت له في مكتبه ولا سلمت عليه ولا عندي به علاقه ممكن يسمع بي باسمي ونسمع باسمه ولا المنفي وقفت عليه ولا خالد المشري من لما درنا ندوه على 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 النظام الفدرالي وحضر معنا عبد الرحمن السويحلي قطعنا بالكل في الاول كان اثناء الحرب راح من اثناء الهجوم على طرابلس ما عنديش به علاقه كلهم الا عقيله وخليفه هذا والنص بالعداء مصبين العداء لكل من يقول غلط اللي يقول الحرب غلط واللي يقول وضعكم مش مزبوط واللي يقول بطناكم خربين البلاد واللي يقول كملت الناس في الحبس واللي يقول كملت تعزق فيه ترمي فيه في مكبات القمامة يا 107 لكن شنو الأفضل يا أستاذ عبد الحميد هل ما نجيبوش ما زال مستمر لعند أمس يعني أمس مشوا جماعة لنا نحن خلينا منه أنا ما يهمنيش ندوش فيه جو بيقضوا عليهم ليش لانكم كنتوا كم فتره في طرابلس وغايبين ومش عارف ايش كانت في طرابلس اذا كان بس ما ندروش انتخابات في رايي يقول ان لو اجريت الانتخابات كل هالمشاكل ستنتهي ما تنتهيش في الوضعيه اللي توه بطريقه عقيله وحفتر اللي يديروا فيها توه يعني توه يجي يدير لك انتخاب يقول لك نبي الرئيس هو الاول هذه اللي كان يبيها في الاول عقيله على اساس ان اذا كان جاء واحد منهم بعدين نديروا الانتخابات التشريعيه واذا كان ما صارش منا نقولوا لا ومجهزين كلمه التزوير بينما هم اللي بيزوروا تو حاليا جاب العسكريين دار لهم بطاقات ويجب في العالم كله العسكريين ما يدلوش بصوات خلينا من هو عسكري واسير ومهزوم وسير وداخل في حروب ومقتل الناس بدل ما يمشي للسجن جايين قبلين 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 ترشحته يعني حاجات يصير في البلاد مش صحيحه وعقيله من اللي شرع الحرب على طرابلس مش عقيله مش في بيان يأيد فيها الحرب انتهت بتفاهم وقف اطلاق نار والاتجاه نحو اطلاق عملية سياسية اليوم هناك مسارات مسار اقتصادي عسكري 5+5 ما زالت موجودة وتشتغل المفترض بين اللي قبل انه متجه الى العملية السياسية اللي داروا الحرب الاول ما نعطيهمش سلطة القرار انهم هم اللي في يدهم كل شيء انت اخترت طرف تفاوض وتتحاور معه حاليا هم اللي في ان تشارك في العملية السياسية حاليا هم اللي في يدهم نتيجة الانتخابات خاصة في ظل الظروف اللي فيها المنطقة الغربية وطرابلس وعدد مرشحين كثيرين يعني انت شيخ عبد الحميد اعتراضك على تمليكهم لنتائج عملية الانتخاب نعم هم اللي حيكونوا طيب هم وياخذوا لك جزء من جماعه طرابلس هم واخذين بشاغه اللي كان وزير داخليه في حكومه السراج واللي كان ضد الحرب واللي كان كذا تو حاليا قاعد يجتمع معهم وجزء منهم من اجتماعهم اللي داروه في جنيف ودخولهم في حلف واحد لازالوا في الحلف ومش غيرهم بس هم حتى عندنا جماعه بكره داعيهم بشاغه يبي يلتقي بهم ويبي يمشيهم بوسير يقول انت نحط لك رئيس حكومه مرض ما يحطش رئيس حكومه هذا كيف ما داروا البوكر بعيره بالضبط بعد يكون متفق هو خليفه وعقيله
طيب. حيكونوا هم الحكومة مرة أخرى، حق التعقيب والرد على كل لا اللي بيقول رد بالتأكيد يكون ورد اسمه في أنا نقول في كلامه وما نحس في حد وما نشمع حد. لا أنت من حقك طرح وجهة نظرك بطريقة اللي تراها مناسبة طالما هي في حدود مقبولة، لكن حق الرد والتعقيب من قبل من ذكرت أسمائهم دائما التنويه لنا مكفول أمر ضروري. دكتور جمعة، اليوم إذا كان الانتخابات وفق هذا السيناريو اللي جاءت عليه الآن ليست حل، ومن الجانب الآخر عدم إجراءها قد يؤدي إلى مشكلة، وإجراءها أيضا قد يؤدي إلى مشكلة، وربما أيضا بقاء الوضع على ما هو عليه قد يؤدي إلى مشكلة، كيف يمكن وصف؟ يعني استمعت لرأي الدكتور عثمان واستمعت لرأي الشيخ عبد الحميد، نعم كيف يمكن أنك توصف المشكلة دكتور حتى نفهمه على الأقل؟ من حيث المبدأ، هو عادة في الدول عندما زي بلادنا عندما تتعرض لهذا الانقسام وهذه الدول المتشظية أو شبه المتشظية بيكون هناك نقطة انطلاق، هل نتفق عليها أم لا؟ هل نريد أن نتجاوز هذه المرحلة أم لا؟ إذا كان هناك من يريد أن يكرس الوضع الحالي وبقاء الحال على ما هو عليه فهذا شيء خطير، هذا قد يؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها، ممكن حتى كيان الدولة كيان البلد نفسه يتعرض للانقسام ويتعرض ل... أم إذا اتفقنا على أننا نريد أن نتجاوز هذا لا يأتي بدون ثمن. ثمنه هو شنو؟ هو القبول بالرأي الآخر، فتح صفحة جديدة، تجاوز المرحلة الأولى من الطرفين من كل الأطراف، وهذا دون إخلال بمبدأ عدم الإفلات من العقاب طبعا، هذا هو فوق الكل أو فوق الجميع، هذا مبدأ حاكم. عندي فيها زيادة إضافة ممكن نقضى هذه؟ نعم تفضل. تو الطرف الآخر مثلا نأخذ الجانب اللي هو حفتر، قال ما نش محترف بالحكومة الموجودة، قالها مش قالها في الإعلام، الحكومة اللي قائمة تمتع دبيبة اللي داروا عليها اللي بين اتفاق منع رئيس منع الحكومه ما تزورش بنغازي، صح حقائق هذين ولا لا؟ الناس كلها عرفت، قال انا مش محترف بها الحكومه اللي يا سيدي عبد الحميد لحظه بالله خلينا نكمل فكرتي. اوكي هو قال هذا وسمعناه وهو مش مدرقه، السؤال هل نحن في مرحله نتجاوز للامام والا احنا به؟ قالها شو بديروا له وين؟ نحن نبغى نتجاوز، كنا نبوه يقول مرحبا وتعالوا يا حكومه يا سيدي، ما قالش ما قالش هو تو يبيك تحط رئيس ويتصرف كيف ما يبي، هذه اللي بيها لا 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 كيف لا نتجاوز لا دكتور جمعه؟ لا 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 انا اعتبر هذه فيها حتى نوع من بلاش نقولوا اهانه حتى للشعب الليبي، يعني ما مهما كان هذا الشخص او غيره فيها تجني على الطرف؟ لا لا يمكن ان احنا نترك شخص يلعب بمصير البلد. نحكي على الناس. انت تعترض على الفكره اذا كانت فعلا ايوه يعني هو هذا مطلبه، هو ما دام يقول لك حكومه ما تجيش مانيش محترف بها، الحكومه اللي درتوها هذه بتاعت جنيف اللي فيها دبيبه وفيها انا مانيش محترف بها، منع الحكومه انها تصل لبنغازي، طلب الباقي الاعضاء اللي بمبارقه وحابسهم غادي عندها ما يمشوش، راها قصه حسين عطيه وفرج قعيم وقفل المطارات وهني، يعني منهم هم هذولو من صدام ولا تحفتر، هذه حق عرفت الدنيا كلها يقولوا فيها، لكن ما فيش اقرار بهذا الشيخ. ما 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 لكن هذا الواقع هذا الواقع. طيب هو مش احترف وقال الكلام. دكتور جمعة كيف يمكن نتجاوز؟ انت تطرح فكره ان احنا نتجاوز كل هذه التفاصيل ونمضي للامام، كيف الانتخابات الاتفاق على الانتخابات احد او الوسيله الرئيسيه والحقيقية والفاعلة في أنك أنت تتجاوز، يعني بمعنى تتجاوز هذا الواقع إلى واقع آخر، قد تكون فيه مشكلات وقد تكون فيه صعوبات ولكن يصير بيك تطلع من هذا إحنا للأسف فيه نقطة أريد الإشارة إليها مهمة في اعتقادي، إحنا عندنا سمة واضحة في كل ما مر بنا على الأقل من خلال تجربتي، اللي هي صفة الاستعجال، صفة السلك زي ما يقولوا، خاصة في القوانين والقرارات، يعني منذ الإعلان الدستوري أنا أذكر أول ما جينا للمؤتمر كان الإعلان الدستوري هو اللي حاكم، أول شيء جينا فيه الكلام داير هو أن الدستور يصدر خلال 60 يوم، مدة 60 يوما، يا جماعة كيف هذا؟
أنا أذكر كنا في تلك الفترة بعدها طبعاً ما صار شيء، كنا في جنوب أفريقيا في مؤتمر دول بريكس، فالتقينا على هامش المؤتمر بنائب زوما هذا بتاع الحزب المؤتمر، نائب رئيس جنوب أفريقيا، حزب المؤتمر الجنوب الأفريقي، ومن ضمنها قال أنتم شنو عملتوا في الدستور؟ فقلنا له احنا والله يمكن في الإعلان الدستوري يقول 60 يوم، منين بدين هو بجسمه ناض من ال... كل شيء 60 يوم، كيف تحكوا انت؟ احنا قعدنا 6 سنوات مجرد نشر الثقافة الدستورية، فكرة الدستور، تقول لي 60 يوم؟ فما صار من 60 يوم، لا صار من 60، قريب نوصل في 60 سنة تو، يعني فأكثر من 6 سنوات، 10 سنوات أحسن. فهذه الخاصية ما زالت حتى في القوانين هذه اللي تصدر للأسف. لا هي اليوم تصدر، في من يقول أنها تصدر بقصد، مش لأنه هو فقط مستعجل ومتسرع، هو قاعد يصيغ في قوانين بشكل معين لأنه في حالة صراع سياسي. هذا أستاذ خالد ما أعنيه، إحنا ما تأسسش عندنا فكرة حتى المشاورات أو الاستشارة. أنا أذكر في المؤتمر طرحنا فكرة إنشاء مكتب استشاري للمؤتمر، كل اللجان اللي موجودة كيف يكون في جسم استشاري من كل التخصصات، وعرضناه للتصويت رفض باعتبار الأعضاء قالوا لا احنا مش محتاجين، احنا ناظم تاع اللجنة التشريعية، ناظم تاع الوحدة، قالوا لا احنا خبراء، ماشي دير لها. يعني الفكرة أصلا فكرة الاستشارة وأن القانون راه مش مجرد، هذه مجرد دوافعها مثل ما ذكرت حضرتك، والله كيف نبلدوا فلان، كيف نحطوا فلان، كيف نفتحوا لفلان، كيف نقصي فلان. يعني المشكلة في النوايا، هذه جلسة مجلس نوابك ترزية، يعني المشكلة في النوايا اليوم ما فيش طبعا الثقة، جذور أو جسور الثقة منهارة بالكامل. بناء الثقة لم ما عملناش عليه بشكل جدي راهو إلى الآن، إلى اللحظة العكس. هو المسألة ربما تجاوزت موضوع الثقة، لأن اليوم في أطراف مش قابلة بعضها دكتور، لدرجة أن كل طرف يحاول أنه هو يلغي الآخر، مش يبحث على هامش الثقة المشترك. طبعا وهذا خلل، وبالتالي اليوم إزاهة التوصيف هذا إذا كان السيناريوهين سواء في انتخابات أو لا هناك مشكلة، هل في إمكانية لإجراء تعديل ما ربما يسمح بعد ذلك بإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي أو تأجيله ربما الحالتين بدون أن تحصل مشكلة؟ أنا لا أعتقد. ليش؟ أولاً فات الوقت، خرجوا القوانين، المفوضية العليا للانتخابات دارت الآلية كيف وحطت الجداول الزمنية وانطلقت العملية، ما عادش فيها. لكن أنا مصر أن راه يعني عندنا الاحتمالين، إذا كان صارت انتخابات فيه اللي يقول بيصير مشكلة، وإذا ما صارتش الانتخابات فيه اللي بيقول بتصير مشكلة. أنا مع التانيين، لو ما صارتش الانتخابات حتكون في حرب، لكن لو صارت انتخابات حقيقة راهو هما المجموعة بس البسيطة راهي اللي تحاول انها تتسوق ان راهو بتصير مشكلة. ما فيش حد، هي المشكلة واقعة في الحالتين إذا استمر، ما هيش واقع إذا فيها انتخابات، ما هيش واقع مشكلة أن تقوم حرب، ما هو على الأقل ما يمكنش الجزم. لأنه سمعت الشيخ حمدان قال لك أنا شايف باهي خلينا نمشي لا لا هو السؤال أما فرصها أكثر هذه أو هذه، احنا حتى يا سيدي عندنا خيارين مش خيارين، يعني المفاضلة بين الشرين، يعني فرضا مثلا هم شرين، المفاضلة يعني بين الشرين، ايه مثلا هم شرين، أهون الشرين، أهون الشرين فرضا، يعني هذا مش طيب هيك. في خيار ثالث غير ذلك دكتور، إذا كان في خيار ثالث ما هو؟ إن يتم مراجعة القوانين بحيث يجرى عليها تعديلات، من اللي بيراجعها وليش ما راجعتهاش قبل وأمتى بتراجعها وبتغير خارطة الطريق، وبنقعدوا في قصة لو تأجلت الانتخابات، لو تأجلت بس ما عادش بيصير. يعني اليوم لما يصدر قانون التعديل عليه يصبح لا شيء ما يلها اوكي، هون عدلوا للبرلمان وطلبت المفوضيه بعض التعديلات وعدلتهم لها البرلمان ومشت الحال. شوف انا راني مش لا هو قانون. التعديل جاء بمبادره من قبل لكن البرلمان، لكن القانون انا اشوف فيه معيب وفيه بعض النقاط انا لا اتفق معه اكيد، يعني بدون شك يعني. لا دكتور باش نكونوا دقيقين، التعديلات اللي جرت لم تأتي تلبية لمطالب من خصوم أو من أطراف من المفوضية، أنا مالي مال الخصوم، أنا كان كل واحد بيطلع لا لي هو الطبي معاش يعني تسوي الحديث على التوافق دكتور. لا التوافق شوف التوافق نتمنى أن يكون فيه توافق، لكن لو ما فيش توافق بنمشي في مصلحة الشعب، بنمشي بمصلحة البلاد
ما نقولش الراجي فيك، الراجي قرر ان هذه هي المصلحه، لان اليوم فيه راي يقول ان المصلحه في العكس. ليش قلتها لك بكري؟ الليبيين قرروا ان الانتخابات يبوها. ترى برا ادير استفتاء في ليبيا، بس غير شوف اسمع الليبيين، ما تسمعش الساسه هم رغم والله معدودين على الاصابع. اسال الليبيين هل تبوا انتخابات ولا لا، وشوف النتيجه. اذا كان قال لك باهي انت مش تبوا اراده الليبيين، هذا هو يعني بغض النظر. شوف قلت لك انا يعني ممكن حتى الاستاذ الحميد يعني انا راني يعني مانيش مع حد منهم هم اساسا بالكامل اللي قلتهم لك يعني، وحتى حفتر يعني انا يعني معترض، مش غير معترض يعني ضد الحرب اللي قامها لطرابلس بشكل كبير، وانا كنت رئيس لجنه الطوارئ في الحكومه اللي كانت تدافع عن طرابلس ضد حفتر، وتعرضنا ل ما نقول لك يعني، يعني انا كنت في الطرف المقابل. بس هذا تو الان احنا ماناش في بابه، احنا الان نبوا انتخابات للليبيين، باهي نتمنى انه هو ما يخشش، اتمنى. لكن طيب دكتور مش هذا اللي وقف، الفكره وصلت، لكن خلينا نعقب بنقطه وحنجيك شيخ عبد الحميد. من قال ان الليبيين يبوا انتخابات بالشكل هذا؟ الان اليوم القول بين الليبيين يبوا الانتخابات وتغيير الاجسام هذه مساله مطلقه لا احد يرفضها، لكن ان الليبيين يبوا الانتخابات على الشكل اللي جاءت عليه الان والذي ستاتي عليه الان اذا جاءت هذه لا اجريت فيها احصاءات لا سبق ارى ولا لا عارف، لكن على الاقل لم نرى اي نشاط من مؤسسات مجتمع مدني، من ناس ليبيين، من كذا يرفضوا في الانتخابات. راينا ساسا مره واحد هذا من مجلس الدوله يطلع، مره واحد من مش عارف من هو من الحكومه تطلع، مره واحد من العمداء يطلع، لكن كله يدور حول مجلس الدوله غير ما رينا حد. يعني الزملاء يقولوا لي ان حتى التعليقات على المباشر الحلقه بث على فيسبوك فيه اراء مختلفه، فيه مع وفيه ضد اجراء الانتخابات على الشكل اللي هي عليه الان. اي ما هي هذه ليش بكري، انا قلت لك واحده من النقاط بكري، اتمنى ان الليبيين ما ينجروش وراهم جماعه، لان مصلحه الدوله في اجراء الانتخابات قولا واحد. طيب إذا كان الاحتكام للانتخابات هو مطلب شعبي، ليش ما يتمش الذهاب لإجراء الانتخابات يا شيخ عبد الحميد وتأتي الانتخابات بمن تأتي؟ تأتي بحفتر، تأتي بخصوم حفتر. نتمنى أنها تصير انتخابات، لكن الرجل الموجود هذا بالذات، خلونا نكون واقعيين، نحكي بالواقع. أنا راني والله لاني مع حد، مانيش مع حد منهم بالنسبة للجماعة الغربيين بالذات اللي هم تو ويحترضوا حسب ما قال لك الساسة ومش عارف ايش، لا دبيبه ولا البلفي ولا 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 المصري ولا غيره ولا اللي تكلموا كلهم، مانيش معاهم انا ولا نعرفهم حتى، يعني مثلا ممكن نعرفوا بعضنا من بعيد، لكن عمليه اني من لجوهم في مكاتبهم ولا عندي فيهم مصلحه ولا انا شخصيا عندي مصلحه حتى في الانتخابات ولا في غيرها، مانيش خش في شيء، عرفت؟ لكن الواقع اللي نقول لكم عليه، وانا عشت الواقع من 2011 دائما نقيم، والحمد لله كل تقييماتي اللي دائما نقول فيهم بعد فتره الناس اللي كانت معرضتني تجي تقول لي صحيح. حفتر جانا فرص وضيعها، بعد ما دار في بنغازي وما دار غادي ومش عارف ايش، جاتها فرصة 14/4 وفوتها، كانت تلتم فيها ليبيا دار حرب، وانت قعدت كما قلت، انت كنت انت في اللجنة اللي كانت ضده، وكان في في في, في الناس كلها صبت، اللي نحن بروحنا جينا وقلنا لا الحرب، ونحن جايين من شرق ومن برقة يعني ما دفعناش معاه في برنامجه. الفرصة الأخيرة بتاعت الحكومة الوحدة الوطنية بعد وقعوا كلهم، وبعد برلين وبرلين واحد وبرلين اثنين وجنيف وتونس ومش عارف ايش، وجات الحكومة ورحبت بها الناس كلها رحبت بها، واهتمتها البرلمان ب 132 صوت، وقفلها هو في النص، منعهم انهم يدخلوا بنغازي، منعهم يديروا اي شيء، يعني والحقائق قاعدة قدام الناس. أنت ليش تختصر في الصورة في أو المشهد في شخص حفتر فقط؟ هو يمكن يتقدم مترشح هو آخر ويكون فاز، يعني الاحتكام للناس قد يأتي بغير حفتر. أنا نرى فيه إذا كان ما نجحش ما يخليش تقوم الدولة أخرى، يستمر في نفس برنامجه. لو يصير انتخابات وينجح أي واحد من المرشحين الآخرين هو حيعرقل هذا توقع يا شيخ عبد الحميد، لماذا لا يتم المضي نحو اجراء الانتخابات؟ دارها الحكومه دبيبه اللي قاعده خمس شهور ولا سته، دارها لها وقف حال بنغازي بالكامل، وقف حال بنغازي تو فيها شيء، حتى مشاريعها اللي بيحكوا عليها المؤتمر الصحفي منع كيف حيكون موقفه امام الليبيين لما يخسر؟ لو افترضنا انه ترشح للانتخابات، اذا انت اختصرت المشكله في شخصه هو، اذا خسر الانتخابات وعرقل الحكومه او السلطه الجديده، كيف حيكون منظره او شكله امام الليبيين؟ الليبيين يا بعد هجوم على طرابلس فيه منظر،
هجم على طرابلس وخسر في الحرب أخرى. هذا خاسر في حرب مفروض يمشي يروح، لكن هو دائما يتأثر ويجي ينقلب يجي مرة أخرى، يدير انقلاب ويجي أخرى، يدير حرب. كم بنغازي ودرنا راه غير القصة بتاعت بنغازي بتاعت مكافحة الإرهاب ومش عارف إيش، هذه شماعة. وللأسف إنه يسيرا فيه دول ما دول ودعما فيه، وشفتوا الخبر اللي صار. الحكومة اللي داروها غادي في البداية دارها البرلمان، حكومة عبد الله الثني اللي كان دار فيه، هو اللي دار فيه مذكرة قبض عليه علي حفتر، جاء وقعد رئيس وزراء غادي بعد حط له حفتر قائد عام، قعد لا يمشي العقيلة في مكتبه ولا يمشي البرلمان ولا الحكومة يستدعي فيهم استدعاء، وبالعصا بالعصا راه حقيقة راه مشكلة متعني بعصات أشير لمكتشير بالني ومرات يضرب حتى ضرب. وقعد غادي بعد 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 خسر في الحرب، خلاص مفروض هذا مفروض هذا خلاص. يعني قولا واحدا انت ترى ان لو خسر الانتخابات لن يسمح بالاستمرار، لن يسمح بها العمليه. كيف ما هجم على طرابلس وكيف ما كيف ما كيف ما دار وكيف ما ولمس قال دبيبه مانيش محترف به، يقول الانتخابات مانيش محترف به دكتور جماعه طيب، ويحط عليها حجه انها مزوره وخلاص. طيب دير لها غير مساله الخوف من ان النقطه اللي ذكرها الشيخ عبد الحميد الكزه الان، هناك مساله اخرى وهي الخشيه من حدوث تزوير خاصة في بعض المناطق اللي هي خارج سلطة حكومة الوحدة الوطنية اليوم، وكيف يتم الرقابة عليه. خليني بس بعد إذنك دكتور نسمع إجابتك بعد الفاصل. مشاهدينا فاصل قصير ومن ثم نعود لاستكمال الجزء الثالث والأخير من هذه الحلقة. الله جل وعلا خلق السماوات والأرض بالحق ولأجل الحق، وأنزل القرآن العظيم بالحق. نبينا صلوات الله وسلامه عليه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وخالف الحق المبين عن جهل، هل هو معذور في شريعة الله تعالى وفي كتابه؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بنا وأي فريق يبدأ من الخلف؟ قوة الفريق تكمن في أدوات خط الوسط، فمع الدقة والسرعة تكتمل التشكيلة ويتحقق الهدف. طريقة الفوز أهم من الفوز نفسه بتكتيك سبورتيفا. يا رب يا كثير العطايا وعالم بالخفايا، الناس اللي شبحتهم عين ما فيش في قلوبهم رحمة، وعند الله تجتمع الأخصوم. قل لي يا خضرة وبس، مستحيل نطلع وخليك هنا. الدنيا تغيرت يا عم، مدام الحمية حرميها ومدام الخصيمة قاضي. اصبري شو في يا ابو أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أذكر بضيوفي في هذه الحلقة، معي المحامي والحقوقي ونائب رئيس المؤتمر الوطني العام الأسبق الدكتور جماعة تيجة، وأيضا معي وزير التعليم السابق الدكتور عثمان عبد الجليل، وأيضا رئيس الهيئة البرقاوية السيد عبد الحميد الكزة. أهلا بكم جميعا ضيوفنا مرة أخرى. وأعود لك دكتور جماعة تيجة، وسؤالي كان قبل الفاصل عن المخاوف من عملية تزوير ربما قد تشوب العملية الانتخابية خاصة في بعض المناطق، أكثر المخاوف موجودة. أيضا مسألة أن قد يكون هناك أطراف، الشيخ عبد الحميد الكزة تحدث عن حفتر تحديدا وقال بأن الرجل عنده سوابق
وفي حال لم يصل إلى السلطة سيكون معرقل حتما حسب وجهة النظر اللي يطرحها. نعم، أولا بطبيعة الانتخابات في كل العالم حتى في أمريكا ولا في تاريخ قريب شاهدناها أنه الطعم بالتزوير هذا يعني طبيعي من الطرف اللي يخسر. أول لازمة حيمسكها أنها هناك تزوير، ولكن هذه مهمة المفوضية الدرجة الأولى، المجتمع المدني، المجتمع الدولي اللي تعهد والآن يصدر أشبعنا بياناته في أنه هو يدفع بهذا الاتجاه ويهدد حتى بعقوبات لمن هذه مهمتهم. كونها تحدث سيدعي كل طرف بأنه هو زي ما صار في العراق الآن، مشهد في العراق أمامنا، يعني كل لم يرتضي من خسر هذه الانتخابات ولا زال حتى الآن. بعدين هناك دور للقضاء، للأسف في القضاء الآن احنا عندنا الدور بتاع باهت جدا، ويعني ينحسر يوما بعد يوم. اليوم الخطوة تشكيل لجنة طعون وإعلان اختصاصاتها والشكل الإجرائي اللي ستمارس به عملها، لا تعتقد أنها خطوة ربما هي هذه ضرورية رغم بعض الملاحظات أو بعض الاعتراضات بأن والله هذا المكان مسيطر عليه فلان وغير فلان. أنا في اعتقادي أن الانتخابات كفكرة ستهزم كثير ممن هم ضدها أو ممن يريدون استغلالها كفكرة كتطبيق. الانتخابات كانتخابات، يعني اسمح لي الآن يحضرني موقف يستحق الذكر. الدكتور سعدون حمادي في العراق وربطتني به علاقة يعني عن طريق شقيقي الله يرحمه، زرته في عمان بعد ما حصل الاحتلال، كان مريض في أيام الأخيرة، وكان هناك انتخابات في العراق بعد الاحتلال بدأوا فيه، والرجل بتجربته في العراق يعني كرئيس المجلس الوطني وهو من المفكرين العرب المعروفين، فكان يقول ذكر أنا لازالت في ذهني الآن حية، يقول المهم أن هناك انتخابات، المهم هذه بادرة خير أن العراق بدأ، لأنه هو جزء من النظام السابق ويعرف بأن حتى الانتخابات في أيامهم ما هيش انتخابات، يعني صدام كان يفوز 99.9% يعني كانت عبارة عن، فأذكر أن الرجل يعني مستبشر خير لبلده في أن هي بدأت في موضوع الانتخابات كفكرة. وطبعا هذه الفكرة اللي أحكي لك عليها مش بس عندنا، في الدنيا كلها تواجهها كثير من العقبات وكثير من الاعتراضات وكثير من التزييف زي ما ذكرته، يعني مش معناها هي خلاص يعني حل السحري، بس البدائل الأخرى كلها مرفوضة، أو كلها البدائل الأخرى كلها ستؤدي إلى نتائج فعلا كارثية على البلد. يعني ما عندناش، شنو البديل الثاني؟ نعم، فيش بديل، شنو بنديره؟ يعني بنقوله زي ما طرحت فكرة زمان بتاعت جيبوا القبائل، واحد يقول لك والله يجيبوا مش عارف من هو، يعني هو تعرف دكتور تسمع معذرني مقاطعة، يعني واحدة من الحجج أو الأسباب اللي قدمها رافضي قانون الانتخابات الحالي إن هذا القانون سينتج نظام ينهي مسار التحول الديمقراطي ويمنع قيام أو إجراء أي انتخابات بعده. هذا كلام منجمين، يعني هذه تنبؤات إنه سيفرز هذا القانون. بالعكس، يعني إذا كان وجدت إرادة الناس ستهزم كثير من الأشياء. إحنا الآن للأسف نتيجة الظروف المرتبكة اللي نمر بها إرادة الناس مش حاطينها قريب حتى في الحساب. طيب، الجميع متفق على الانتخابات دكتور، لكن اليوم فيه أولا قضية مرفوعة طاعنة في القانون من قبل رفعها مكتب السيد محمد العلاقي بالنيابة عن الطاعنين اللي هم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري وأيضا عضو مجلس النواب جلال الشويهدي. رأيك القانوني بداية في هذه الدعوة؟ والله رأي القانوني من حق أي إنسان اللجوء إلى القضاء من حيث المبدأ، يعني اللجوء إلى القضاء والطعن في هذه الأمور هو أمر متاح. الآثار دكتور ما يمكن أن يترتب على رفع الدعوة وطعن في القانون، هذا يترك للحكم القضائي، لكن إذا وجدت أسباب مقبولة للمحكمة وقبلت وحكم مثلا بالقضاء بعدم دستورية، رغم أن احنا للأسف عندنا هذا الخلل قاعد قائم،
الدائرة الدستورية معطلة. احنا لا نستطيع، هذا طعن راهو إداري، قانون محكمة الجناف عن طريق الدائرة المدنية أو الإدارية. سيأخذ مراحل تقاضي أطول من أيوة، وأنا الحالة اللي يتم فيها التوجه للدائرة الدستورية المباشرة. أستاذ محمد هذا صديق عمر، يعني استأت كثيرا في أنه هو يتصدى لهذا الأمر الآن لهذه المرحلة. لماذا دكتور؟ لأن على رأي الدكتور عثمان قد يعتبر عرقلة، مجرد عرقلة للقانون يعني، خاصة من الطرف الآخر اللي هو المجلس الدولة، اللي هو الطرف اللي هو وكيل عنا، هذا أعلن رفضه للنتائج مسبقا. رغم أن فلسفة القانون وتحقيق العدالة جاءت بهذه المكنة، الطعن ورفع الدعاوى من طبيعي. أجل تصحيح الأوضاع المشوهة. طبيعي اليوم الطاعن يرى أن الوضع مشوه، ولكن هناك فليش الاستياء دكتور؟ هناك شيء اسمه فقه الواقع يا حبيبي، أنا من الناس اللي يؤمن به. فقه الواقع هو توازن، هو العملية. مش كل العالم، كل القضايا الكبرى حتى في التاريخ، يعني أحيانا لما تضح على الميزان أو على ما يسمى بفقه الواقع، أنت الواقع عندها متطلبات ما لم تكن جوهرية أو بمعنى أن هي تؤثر على فأنت وهذا لا يعني أن أنا معترض على الطعن أو على التوكيل، ولكن تمنيت أن لا يكون. لا، هو الاستياء يفهم على أنه اعتراض، أنت وكانك ترى خطوة غير صائبة، وربما حتى بناء على هذه، قبل أن نمشي للدكتور عثمان، بناء على مسألة أنه إذا كانت هذه الخطوة صائبة وغير صائبة، انت رايك الفني القانوني في القانون، وايضا وتحديدا في الماده 12، لانها اليوم اثارت جدل بشكل خاص غير الجدل اللي اثار القانون كله. لا، انا شخصيا مش معها، بل بالعكس، انا حكايه الثلاث شهور واحد ياخذ اجازه، هو القانون يقول المفروض روح القانون تقول ان يستقيل، مش انه هو يطلب ثلاث شهور ما يمشيش يخدم زي ما هو موجود، هذه يعني مش مقبولة، يعني مثل ما فعل حفتر ومثل ما فعل عقيلة صالح في كلامه بالتليفون يعني وكلف اللي قاعد. لا، هذه تريك كيمتاع مش مقبول، لأنه هو المفترض حتى نضمن الحيادية وعدم استغلال الإمكانيات الوظيفية في التأثير وكذا أن يستقيل منها. حتى أعضاء النواب الآن المرشحين مثلا مفروض انه يستقيل قبل طيب. ان يقدم اوراق، يعني هذا جزء رئيسي واساسي من اسباب الخلاف والاعتراض. اليوم صياغه ماده بهذا الشكل وكانت تستهدف حرمان شخصيات معينه من حق الترشح والمشاركه في السلطه القادمه المنتخبه. معلش قبل ان اعرج على الماده هذه اخلي عندي تعقيب الدكتور جمعه، الحقيقه هو يعني اشاد بالخطوات هذه وبارك الله فيه، وروح القانون يعني شنو اللي المفروض ان الطعن هذا كيف يكون وكذا، من حق اي واحد. ولكن غير خلي فيه زوز مخاوف توم بكري نسمع فيهم، عندنا مشكله تزوير النتائج او تزوير الانتخابات وعدم القبول بالنتائج، مش هذو هم زوز المخاوف الكبار اللي عندنا توا؟ كلنا عندنا، انا في اعتقادي نمشي في أنهم مخاوف، لكن حقيقة هم راهم ماهيش فزاعة كبيرة 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 كبيرة. باهي، تمنيت أنا جلست مع الكثير من أعضاء مجلس الدولة، تمنيت أنهم يلعبوا دور إيجابي من حيث طلع القانون، قلت لهم ركزوا على هالنقطتين، أنتم استخدموا كل قوتكم في الداخل وفي الخارج، أنكم أنتم تضمنوا الليبيين نزاهة الانتخابات وقبول النتائج بها. للأسف ما صارش، لكن ماهيش مخوفتني هلبة. ليش بنقول لك تزوير النتائج؟ أنا لا أعتقد راهو يقول له تزوير النتائج. كيف تزوير النتائج؟ هي أصلاً الآن من مؤتمر باريس اليوم شفناه، العالم كله مجمع على أن الانتخابات ستقوم، وإنها لازم تقوم، وإنها لازم تكون نزيهة. غير أقرأ البيان. لا، التصريحات أغلبها دكتور تحدثت عن ضرورة التوافق، حق المشاركة أن يكون متاح للجميع. يعني من 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 من
من تاع باريس ما في شيء. لا موجوده دكتور، موجوده اليوم في التصريحات اليوم. هذا اللي يعني مثلا رئيس الوزراء الايطالي تحدث عن عن عن, عن حاجه لقانون يضمن مشاركه الجميع. ما هو موجود. المستشاره الالمانيه تحدثت عن اهميه التوافر. خلينا نكرر التصريح يعني انا هذول قبل ان نساهم بس غير خلينا اللي موجود في البيان الختامي ما فيش يحضر لا ضرورة التوافق ولا شيء. ان الانتخابات يجب ان تجرى، الانتخابات يجب أن تكون نزيهة، يجب على الجميع القبول بالنتائج، المعرقلين سيتم وضعهم في قائمة العقوبات وهكذا، كل كلام كويس. لكن خلنا نجوها نحن من ناحيتنا نحن كليبيين باهي. في ظل هال الاتفاق الدولي، أنا أعتقد أن حتى اللي يعتقد أن في المنطقة الشرقية بحكم فيها تزوير مثلا كان اسمها أو الغربية أو في واحد أشاد عليها في هذه واحد هذه باهي، حيكون فيه مراقبين دوليين وحيكون فيه مجتمعات مؤسسات مجتمع مدني. ولو حدث، شوف البيان تاع الواحد، لو حدث ثبت أن في حد مزور حاجة سيتم معاقبته. هذا إذا ثبت طبعا. إيه باهي، لكن هذه كويسة اطمن. غير خلينا نرجع حتى لتاريخنا شوي، معلش احنا رانا نقول لك درنا الانتخابات في 2012 وكانت نزيهة بشهادة العالم، درنا في 2014 وكانت نزيهة بشهادة العالم، درنا انتخابات الدستور وكانت نزيهة بشهادة العالم. خلينا نعرف في روحنا ثقة شوية ان الامور ماشية راهي عند الليبيين. اوكي عارف ان الوضع مختلف باهي، يبقى هو تخوف لكن ماهوش فزاعة ان بيصير انتخابات. هذه حاجة. خلينا نكمل لك النقطتين معلش لان بنرجع لمادة 12. النقطة الثانية ايضا ما نخافوش من ان راهو حد بيرفض نتائج الانتخابات. والله صدقوني انا اقول لك والله لن يجرؤ احد على رفض النتائج مهما يكون. العالم كله معاك اليوم من امريكا الى كل الدول هذه وداخل الليبيين، بتجيني انتخابات مباشره وخسرت انت بتقول لا انا يعني العالم وقف متفرج 10 سنوات في البلد في حدث فما حدث في فرق وفقط هذه العمليه اول لخصيه الاختلاف. انت استشهدت بانتخابات 2012-2014 لم تكن هناك انتخابات رئاسيه. اليوم الجدل ليس حول الانتخابات البرلمانيه. إيه باهي انا غير كتجارب يعني هي مش قلت لك دقيقه 100% صحيح لكن على الاقل اليوم اس المشكله سيكون هو هناك مراقبين دوليين. معقول هذول كلهم تسكت الافواه هذه لما يقولش لا فيه انت تزوير؟ واذا كان قالوا فيه تزوير المفوضيه العليا للانتخابات قالت بصريح العباره اي حاجه يثبت فيها تزوير والله فيها شبه تزوير حتلغى. انت تكلمت عن معرقلين دكتور، اليوم اللي صاغ الماده 12 مثلا وضع شرط، هذا الشرط اللي يستبعد اشخاص بمواصفات محدده، ليش ما يوصفش هو الاخر بانه معرقل؟ يعني وكانه تعمد ادخال الاستحقاق الانتخابي في هذه دائره الجدل. منو استبعد؟ معلش خلينا انا راني اتفق مع ما قال الدكتور جمعه، تمنيت ان الماده 12 لو فيها اي تعديل بيكون الاستقاله وليس التوقف عن العمل، يجب ان يستقيل. لكن منو الماده 12 من يعني من منو اللي اي شخصيه يمارس عمل وظيفي في الدوله لم يقدم استقالته قبل المده اللي نص عليها القانون سيكون شنو هذا عام، هذا ما في شيء اقصائي. وشروط التقدم للتسجيل في الانتخابات الرئاسيه كمرشح تطلب من بين المصورات المطلوبه هو ما يفيد بالتوقف عن العمل. نعم قبل صحيح توقف عن العمل ومش الاستقاله. توقف عن العمل هو المفروض انها تكون الاستقاله، لكن خلينا نقول حتى في اجازه مثلا خلينا نجاوبك عليها. هذه هي المفروض انها تكون استقاله، لكن خلينا نقول توقف عن العمل. قانون رقم 1 صدر يوم 8 سبتمبر باي. يعني اي واحد موجود في المشهد سواء كان رئيس الحكومه او وزير او سميه من بتسمي باهي، انت عندك رغبه في الانتخابات تفضل. هذا طلع القانون قال لك يجب انك تستقيل 3 شهور قبل موعد الانتخابات، يعني قبل 24 سبتمبر في 2021. ليش ما استقلتش؟ تنقب وتقيس، انت بتقول لا بخليني هنا وكان صار من الانتخابات بعدين انا بخوش. لا هو اعتراض على نص الماده، هو انت عندك الفرصه وقف. هذا جسم تشريع إدارة المادة هذه بغض النظر عن هي صح ولا غلط. أنت إذا كان عندك رغبة ربما لأن هذه الأطراف لم تنظر على القانون إلى القانون على أنه قانون نهائي على اعتبار الجدل الوراثي. لا هذه إذا مشكلتك أنت، خيرنا طيب. خير من الآخرين. خلينا نرجع معك لنقطة ذكرتها دكتور وننوه لمسألة الخارجية الفرنسية. حذفت نص البيان الختامي لمؤتمر باريس من كل منصاتها ومواقعها
وبالتالي مسألة أن العالم كله في اتجاه أنه هو تجرى الانتخابات بهذا القانون الآن ربما تبدو غير دقيقة دكتور. والله يسمع، أنا لا أعتقد ذلك بصراحة، أنا ما نعرفش تونها، يعني حد في البيان الختامي، حد في البيان السيناريو اللي خرج به المؤتمر الصحفي في ختام المؤتمر، يعني في مشاركين لافروف عقد مؤتمر صحفي منفصل عن المجموعة، كلها واضح أن في خلافات داخل المجموعة، كلها خلافات المجموعة بسيطة. لكن شوف المشهد كله، نائبة الرئيس الأمريكي وكل الدول يعني اللي نعرفوهم من رؤساء موجودين غادي، هل معقولة هذولا طلعوا بيان وبيقولوا شيء وبعدين يقولوا لا والله احنا ما غرزي سحب لأنه ما صار لناش البيان تم حذفه دكتور؟ ايه ما نعرفش من الأسباب، البيان غير رسمي، لكن لا يمكن انهم بيتراجعوا عنها. خذ الكلام هيك في اعتقاد، يعني هذا لو سمحت. لا ذلك بصراحة لو سمحت. طيب قبل ان نذهب ثانية واحدة في نعم، فيما يتعلق تولغت هو في اغلب المادة 12 والتركيز على أن رئيس الحكومة هو الأطراف اللي يحكي عليهم الشيخ عقيلة والتاني عملوها العملية هذه شكلية عملوا أنه هو أنت نظوري تعال قامز توا بعد ثلاث شهور روح، تاني نواري قامز بعد ثلاث شهور روح، متفقين فيها هيك ولا هيك متفقين فيها، خلينا منها هذه، يعني هذا تريك. لكن اللي بنحكي لك عليه أن رئيس الحكومة ما درهاش حسب ما هو فيه تخريج قانون يرى وله أساس الإداري والدستوري، الرئيس الحكومة مسحوبة من الثقة الحالي. لا الثقة مسحوبة من الحكومة وليست من الرئيس. اي من هو تضامني، لكن ما زال تسيير أعمال يستمر. لا قانونا ويوقع بالمليارات تسيير أعمال قانونا دكتور. الرئيس تم تسميته من ملتقى 75 با وسحبت منه الثقة، قدم حكومته، منحت الحكومة الثقة ثم سحبت الثقة. اليوم هل يعني هذا أن الثقة سحبت حتى من رئيس الحكومة اللي تم تسميته من الملتقى؟ بالتأكيد، لأن رئيس الحكومة هو أصلا سحب الثقة من الحكومة برئيسها. يعني هم أصلا قصدين من الذي منح أنا بشغل من اللي منح الثقة؟ يعني اللي سحب الثقة من الحكومة خدم رئيس الحكومة إذا كان يرغب في الترشح. كيف خدمة؟ على اعتبارنا ان وضع أصبح. لكن خليني ناخذ جايين مره اخرى حتى حد ادنى من التوافق ومن البحث عن حلول هي وقانون الراي، يعني هو مسحوب من المفوضيه اليوم يتنفذ في القانون. ما عندهاش علاش بيتوقف يا دكتور سمع حتى نكونوا دقيقين، المفوضيه اليوم تنفذ في قانون امامها بالنص، لما يتقدم رئيس الحكومه باوراق للترشح في الانتخابات الرئاسية سيطلب منه مصوغ يفيد أنه هو متوقف عن العمل من ثلاثة شهور قبل موعد الانتخابات، من أين سيأتي به؟ كيف من أين سيأتي؟ هو أصلاً مش بعد تسحب منه ثقة يقعد تسيير أعمال، يعني لو قدم، يعني هو الآن ما هوش رئيس حكومة بمعناها اللي في دهنك ودهني يسير في الأعمال السيادية، ولا هو تسيير الاعمال، واعتقد انكم عارفين ماذا سيقدم في مصوغات الترشح. بالله خلينا نعلق عليها معلش حتى شويه بيخل بس طولنا على الشيخ عبد الحميد. جاوبني على هذه دكتور جمعه، اللي اجرائيا ما المستند اللي حيقدم رئيس الحكومه ليفيد بانه متوقف عن عمله ثلاث شهور قبل موعد الانتخابات؟ هو مش هو تسيير اعمال فقط. تعرف التعريف الاداري تسيير الاعمال المفروض هو لا صفه له كرئيس حكومه، عنده صفة كرئيس حكومة لكن يوقع بالمليارات يا دكتور جمعة. هذا خطأ، هذاك 9 مليار في ثلاثة أيام سيدي، هذا وما زال مستمر وما غير حتى التوقيع. اسمحني هذا خلل، لا بس هو راه وظيفته يستمر رئيس حكومة تسيير أعمال، غير طبيعة عمل الحكومة المفروض تكون رئيس أعمال، لكن أنت اللي مسؤول، ودليل أن الناس تسمع فيه وتأخذ في قرارات وتطبق فيه. بإمكانك أنت، يعني بإمكان من له مصلحة أن يعترض وأن يطعن وأن حتى يدير كل شيء، خليه يطعن، لكن التوصيف القانوني والدستوري اللي هو موش رئيس حكومة تو مسحوبة منه ثقة، شيء بتوقف عليه؟ مش مشكلة أنه رئيس حكومة، هم ما قالوش يعني هذه في النهاية ترجع المفوضية الآن، تقبل ترشح أو لا تقبل. لا غير عفنا حتى دكتور، هي لو قالوا في القانون أن رئيس الحكومة لا يحق له التقدم إلا ما يتقدم ثلاثة شهور بنقوله هنا رئيس حكومة، لا هم قالوا أي وظيفة، أنت الوظيفة اللي فيها حتى مسؤول على تسيير أعمال الحكومة، حتى أي واحد كانت عنده وظيفة بيجيب من عمله ما يفيد، أنت منو بتجيبه؟
شو بتجيب؟ يعني أنت مخالف للقانون هنا؟ شيخ عبد الحميد في رأيك استهدف عبد الحميد دبيبة في شخصه بنص المادة 12؟ هو أولا كلام الأساتذة من ناحية قانونية وهم قانونيين وصح يعني ما هوش مثلا يحكوا بالقانون وحال غايتنا منا في ليبيا يطبق القانون. أنا مانيش قانوني يعني مع الدكتور جمعة ما شاء الله. لكن المهم كم في أكاديمي في النهاية ممكن حكيته في نفس المجال لكن أنا في نظرنا يظل كلام أقرب إلى أن نظري. الواقع في ليبيا يختلف وقعنا في ليبيا كيف؟ وقعنا في ليبيا تو انت قلت عبد الحميد بيبة صرف ملايين وصرف من مش عارف ايش وكذا وهني كيف ما حاصل اللي حصل قدامنا كويس من ناحيه قانونيه انما الناس مسحوبه منا الثقه ومن ناحيه قاعد يشتغل عقيله واخذ اجازه وقاعد يكلم في في في, في الرئيس ودلال عليه ان السائح مش هلا حتى في حوشه ما يخالفش بشكل شكل لا يخالف القانون زباين شيخ حميد حفتر قالوا ضناه للناظوري حتى الرجمة ما تقعدش فيها قاعد في المرج كان عندنا ورقه ونجيبها لك ما القانون يا شيخ حميد قانونا واجرائيا المفوضيه حتى تقبل الترشح اي شخص تطلب مسوغات معينه لن تفتش في مسألة يكلم فيه بالتليفون أو يكلم فيه المفوضية إذا كان حتى موضوع الجنسية غضت عنا النظر اللي يعيط به العالم كله أمريكا تحكم فيها حفتر في غادي عرفت غضت عنا النظر يا أستاذ عبد الحميد بنكون معك في النقطة هذه لما نكون معك في النقطة هذه تعرف المادة 12 هي التوقف راهي تلغي حتى حفتر تلغي حفتر من وين بيجيب هالرسالة من جابها جابها القائد الأعلى اللي هو يا اما لمنفي هو دخل بروحه هو كلف بروحه النظوري لا خلي كلف انت بتجيب رساله من جهه عملك النظوري المفروض انك انت متوقف 3 شهور هذا بعد القطاع قائد الاعلام المفروض يكلف قائد عام هذا لو ايه هو يتقدم اي واحد يتقدم هو حتى رئيس الحكومه يقدر يتقدم لكن فيه من بيطعن فيه بيقول لا انت راك 1-2-3 انت تنطبق عليك الماده 12 المفروض انك انت متوقف عن العمل وانت ما توقفت ما تو احنا مساله الطعونات هذه مساله لاحقه لكن الان نتكلموا على تمكين شخص او عدم تمكينه هو اي واحد كان الماده استهدفت اشخاص لا لا بحرمانهم هو من يقدر هو اي واحد يقدر يقدم هو حتى تنطبق عليه هو القانون بيطعن فيه القانون بشكل لا 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 لان في مسوغ مطلوب حتى تقبل المفوضيه ورق الترشح اي تمام عرفت هذا غير متوفر ينطبق عليه حتى حفتر بينطبق عليه القانون هو عنده اجازه حفتر لا ايش اجازه منه ما فيش اجازه هو كلف نظوري ما هو اجرائيا يا دكتور حفتر سيقدم ورقة تفيد بأنه في إجازة المفوضية ستقبل ملفه من هذه الورقة من عطاها للإجازة المفوضية مش دورها نتفتش من كيف الطاعن هو اللي يعترض على من كيف من أنا هكي أنا ديرها لروحي أنا عثمان عبد الجليل مش عارف أنا أعطي إجازة لعثمان عبد الجليل ونوقع ملطة عثمان عبد الجليل المفوضية تعتد بالمسوغ ثم الطاعن في النهاية إذا كان أنت زورت يأخذك للسجن لكن المفوضية مش دورها أن هي تراقب إذا كان هذا المسوغ صحيح أو مزور لا المطلوب انك انت تاتي بهذا المصور هو هي دورها هل تقبل المستند هذا ولا ما تقبلاش؟ ما تقبلاش المفروض انها ما تقبلاش ليش لا تقبل؟ ليش؟ لان من اعطاك هذه الاجازه؟ وينك انت ما توقفتش عن العمل؟ من قال؟ اعطاها لك القائد الاعلى ليك وينها؟ يعني المفوضيه بتفتش وراء صحه المستند طبعا هذا واجب مفروض لكن نقول لك هذا واجب اعطيني شوي هي الكلام اللي يقولوا فيه هذا صح ومفروض المفوضية تقوم بدورها صح لكن المفوضية اللي فيها عماد السائح وانا نكررها ونقولها لاني انا حكيت معها الرجل شفتها ان ماشي في الاتجاه هذا كاهي ما هوش ما هذا رايك انت شفت رايي انا نقول لكم على راينا الرجل قاعد يظهر في ظهور اعلامي ويرد على كل الانتقادات لا اسمعني حتى لما القانون شاف فيها اخطاء وفيه حاجات فنيه وحاجات مش عارف ايش رسالهم ما بوش يديروا شيء مش هالهم قام عصفي طبرك تم قاعد غادي مع مجموعه 5 انفار والله تم يعدل بروحه يعدل لهم هو موجود معهم غادي قالوا هم مش احنا نقولوا فيها اعترفوا بها بعض من النواب في حتى في الاعلام ان مشاو قاعد غادي شي بيمشي لهم هو مفروض قاعد مسؤول عن المفوضيه وقاعد نوتش اجراءاتي اوراقي كان مطلوبه مني حاجه نديرها كان كذا ونقعد جالس ما نشتريش في جره قوانين ولا نكلمهم على حاجه ولا شيء خليهم كان اتفقوا هالاطراف الليبيه اللي هي مسؤوله
ننفذ ما اتفقوش نقول الليبيين الليبيين هذول الان هذا ما تقول انت شيخ الحبيب. المفروض يقول الرجل قال بانه قدم مقترح لحل ازمه فقط وان هذا من صلاحيه المفوضيه. هل المفوضيه من حقها نقدم؟ ما عندهاش مش من حقها نقدم. هذه اشكاليه اخرى دكتور عثمان. المفوضيه حتى غير اسمع وجدت نفسها او وضعت نفسها الله اعلم. انا نوريك حاجه اخرى. انا نوريك حاجه اخرى. دعاني انا بروح حضرت يوم الفتح نتاع التسجيل واللي دار فيه احتفاليه وحضرت حضروا مجموعة من الشخصيات ودعاني. أنا ساعتها كنت متواصل معه وما زلت عندي فيه أمل وكنت والله كنت أنا نشجع فيه ومعه على طول. نبو انتخابات كنا نبو انتخابات نقول لك بصراحة لكن نبوها بالطريقة اللي تمنع المجرم ما يخشش والمعارضة واللي النماذج الشكل هذه المفروض ما تدخلش. لكن هو في النهاية بالكل كمسؤول مفوضية يدير إجراءاتها اللي عليه. تعرف من كيف لما دار جاب الاجتماع من جاب؟ جاب الكوني من المجلس الرئاسي ومجلس الدولة ما حضرش من أحد حتى بالمجاملة ولا واحد ولا دعاهم ولا كلمهم. أنا قاعد حاضر ودار شاشة كبيرة العقيلة من بوشمال يلقي في كلمة للناس اللي حاضرة حتى وجهها قاعد كيف ما هو ما فيش حاجة مغيرة عرفت. ودبيبة لما تأخر ما رجش بدا وهو في نص الكلمه بتاعه بعد النشيد والقران والنشيد والافتتاح ومش عارف ايش جاء دبيبه خش قام في الكرسي جنبه طبعا في كرسي قاعد والمجموعه اللي في المقدمه وكرسي بتاعه هو قاعد فيه وليد الله في جو قالوا له لا صبي وزير وقف كان مصبي تصبايا نكاه دورة بعدين هذا تصورك انت اللي محاضر تصور هذا الواقع حق هذا واقع وقت شويه وغير اسمعني هذا مشهد شفته اني بخليني نقول لك. وبعدين اعطى كلمه هيك بدون اهتمام للبيبه اعطاه كلمه وكوني خذ كوني خذ كلمه وهو كلمه وحط عقيله وقت واجد بالكل كويس دل على ان هذه مجموعه انا من هذاك الوقت حكيت معاه وتعاركت انا وياه هو كلمتك يا رجل راه الناس تنقد فيك وراك كلام اللي تدير فيه مش صح وراه كذا كنت تجامل الناس الاخرى وكنت تتكلم هذا وتكلم هذا خلينا نلقوا باش تعذروا عليك. قال لي انا نتمنى حفتر ينجح. هيا سيدي خلينا نقول لكم وقالوا هوا مباشر. طيب مرة أخرى انا بس الكلام هذا خليني ننوه مره اخرى على ان حق الرد مكفول لكل من ورد اسمه في النقاش في هذه الحلقه. الدكتور عثمان راه مازال عندي كلمه بعدين على مساله هو الوقت ضيق جدا والله اعطيني حتى على خلفيه مساله المواقف الدوليه ودعمها وتأييدها للقانون الحالي او اذا كان فيه باسم الوزير الخارجيه لشؤون الشرق الاوسط البريطاني يحث المؤسسات الليبيه وكل القاده والمسؤولين الليبيين على التعاون من أجل الوصول إلى تسوية فورية من أجل الاتفاق على الشكل الإجرائي أو لقوانين الانتخابات. هذا موقف كويس. هذا كنا نبوه حتى إحنا اللي بنحثوا لهم أنهم المفروض أنهم يتوافقوا ويديروا الكلام. دكتور كلامك طويلة الحلقة يفهم على الدفع لكن لو لعملية اتجاه الانتخابات على شكلها الحالي. لو بيجوا غدوة الليبيين مجلس الدولة ومجلس النواب يقولوا اتفقنا عليها أنا بنقولهم لا طبعا هذه بنفرحوا بها. لكن ما تقولوا ليش ما فيش انتخابات لأن أنا نوافق. لا 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 أنت فوتت وقتك وفوتت حسابك. في موقف ثالث دكتور أنا نرجع نذكرك به اللي شابه هذه الدعوة يجب الاتفاق على قوانين الانتخاب. هذه دعوة غير صحيح. أنا نعرف المادة 23 الدكتور هو جمع موجود وسمع. إذا كان المادة 23 المستشهدين بها في الطعن نتاعهم راهي تقول بدون الإخلال بتشريعات المجلس النواب ودوره فيها. لا لا لا, لا أنت أخذت لا, لا لا أنا أقصد أن في مسارات في الموضوع. في مسار مع بالكلية ومسار ضد بالكلية وفي مسار وسط اللي هو يدعو للتوافق على قوانين الانتخابات من بين هذه الدعوات الدولية. كلنا نتمنى أن نحن أنا حتى نعتبرنا من الوسط اللي ندعو للتوافق. أنت ما فهمت منك دكتور الآن أنك أنت مع المضي في إجراءها بهذا الشكل اللي سيقدم حل. لو ما صارش توافق أنا مع الانتخابات في موعدها وانتهى الموضوع. لكن لو في فرصة أن نتوافقوا والله العظيم إن شاء الله حتى يغيروه كله بالكامل ما عنديش مانع. سيكون أفضل بالتأكيد يعني. لكن خلي معلش أنا نختم لابد أنت شكل عطيني حتى أنا بقضي في عجالة عطيني كلمة. فشوف في النهاية بس حقيقة يعني أنا أقول لك يعني حتى ممكن موجهة للليبيين أكثر يعني أنا في اعتقادي اللي أهم من هالكلام هذا كلها الانتخابات راهي صايرة وصايرة هيك ماشي.
الأمانة في إعطاء الصوت كمنتخب كناخب يعني بهي أراه حتى الله عز وجل حيحاسب، مش حيحاسب المترشح، المترشح واحد من حقه يجي أي واحد يقولك، لكن بيحاسبك أنت اللي الناخب إذا كانك خنت أمانتك وما انتخبتش الشخص المزبوط. فأتمنى ينتخبوا الشخص الوطني، ينتخبوا الشخص النظيف، ينتخبوا سواء كان في البرلمان ولا في الرئاسي ولا كذا، هيك بعيد عن القبلية والجهوية والمناطقية والأيديولوجية والكلام هو كله. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية حقيقة يعني ما تخافوش من النتائج. أنا من وجهة نظري الليبيين المفروض ما يخافوش من النتائج. راهو مهما تكون مهما يجي الشخص اللي بيجي، وأنا متأكد إنه مش حيجي، لن يتفق الليبيون على شخصين، هذه قناعتي وما تخافوش منها. آخر حاجة أرجوكم كل الجميع يقبل بالنتائج، لأن في الأخير راه قبولك بالنتائج ما هيش نهاية. أنت جاء حد ما هوش عاجبك مش مشكلة، خلي تمشي الدور العزلة وبرا في المرحلة الجاية ويعجبك وحد ثاني. ما عندكش خوف نهائيا دكتور من أن هناك احتمال أن يصل شخص ينهي هذا المسار الديمقراطي؟ لا طيب لا يمكن، راهو اسمع نقول طيب. هذه اخر حاجه بس في عزله حكم الفرد ولا الى الابد في ليبيا. طيب لن يستطيع شخص ان يحكم ليبيا. واضح الوقت انتهى. دكتور فقط دكتور جمعه في عجاله كلمه نختم بها. والله انا شخصيا كما سبق وانا اسلفت انا ارى ان الانتخابات بقصورها وبما فيها من عيوب ستوصلنا على الاقل الى شرعيه، قد تكون معيبه في البدايه لكن خير من لا شرعية. نعم. خير من هذا فكرة الانقلاب وفكرة التعصب والتطرف والمناطقيات وأصبحنا مشتتين. الانتخابات وإن كانت هناك ونتفق معك هناك عيوب كثيرة حتى غير اللي ذكرتها حضرتك في القانون، لكن هي السبيل الوحيد، هي النهج الوحيد اللي نأمل بأنه يطلعنا من هذا. الشيخ عبد الحميد أنا طبعا الانتخابات مش ضدها، زي ما نقول ديما احنا مش ضدها، لكن برضو الانتخابات اللي نتيجتها سيئة وبل مرات تكون أسوأ من الوضع السابق أنا مانيش معها نتريثوا إلى أن نصلوا إلى 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 توافق. الحاجة الأخرى هلنا اللي بنوجه لهم كلام اللي دائما يحطوا علينا نحن في العيوب وفي الشماعات، لما قلنا وآخر حاجة لما قلنا لا الحرب عليه في حرب طرابلس وصفونا بأوصاف أن عملاء الأتراك وأن تابعين الأخوان وأن قطر ومنش عارف كلام اللي يحطوا فيه علينا، وبينما سيدهم والمجموعة اللي كانت تحط في الكلام هذا اللي هو قاعد لهم توا قاعدين يعيطوا منا، خليك من الكلام في جزء كبير منهم قاعدين يعيطوا منا، ولكن حتى الانتخابات هم مروحهم يقولوا حيزورها مشا حتى لإسرائيل بتعليمات من باتفاق مع الامارات. الاخبار المتداوله اخيرا عن زياره نعم لا ويأكدوا فيها قد ياكدوا فيها كل اكدوا حتى اليهود برواحهم الاسرائيليين. طيب بينما نحن اقل شيء لما قلنا لا للحرب الحكومه السابقه جابت الاتراك خلينا نكمل جابت الاتراك بطريقه شرعيه وعلى الطاوله، هو جاب الفاغنر وجاب الجنجويد وجاب كل وجميع المرتزقه واليوم احترف بهم وعابوا فينا في قطر. قطر اقل شيء قاعده في قضيه فلسطين اللي هو مشى اليهود هو والامارات قاعده حط قناه الجزيره متحمله القضيه الفلسطينيه بالكامل. طيب أنا موقف أنا واضح. شيخ عبد الحميد اعتذر منك فقط الوقت انتهى. اشكرك رئيس الهيئه البرجويه السيد عبد الحميد الكزه، ايضا الشكر موصول للمحامي والحقوقي نائب رئيس المؤتمر الوطني العام الاسبق الدكتور جماعة تيجي، وبالتاكيد ايضا الشكر موصول لوزير التعليم السابق عثمان عبد الجليل. شكرا لكم جزيلا جميعا، شكرا على وجودكم معنا ومشاركتنا في مناقشه هذا الموضوع، وبالتاكيد الشكر لكم انتم دائما الساده المشاهدين. في امان الله تعالى.